ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم مجالس الذكر، حيث لازلنا في سلسلتنا فلسفة تعاليم الإسلام. من القرآن الكريم أثبت حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية ميرزا غلام أحمد عليه السلام، أثبت تفوق الإسلام على الأديان كلها وعظمة هذا الدين العظيم الأخير. وقال حضرته في القرآن الكريم ونظم شعرا: وما القرآن إلا مثل درر فرائد زانها حسن البيان، وما مست أكف الكاشحين معارفه التي مثل الحصان، به ما شئت من علم وعقل وأسرار وأبكار المعاني، يسكت كل من يعدو بضغن، يبكت كل كذاب وجاني، رأينا در مزنته كثيرا فدينا ربنا ذا الامتنان. له نوران، نور من علوم ونور من بيان كالجمان، كلام فائق ما راق طرفي، جمال بعده والنيران. وكل النور في القرآن، لكن يميل الهالكون إلى الدخان، به نلنا تراث الكاملين، به سرنا إلى أقصى المعاني. فقم واطلب معارفه بجهد، وخف شر العواقب والهواني. مشاهدين الكرام، مرة أخرى أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد، حيث لازلنا نستعرض كتاب فلسفة تعليم الإسلام، الذي هو في الأصل خطاب جليل ألفه مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية ليقدمه، وقد تلي في مؤتمر عظيم للأديان، وفعلا أبهر الحاضرين وقدم الإسلام بالطريقة التي تليق به، بهذا الدين العظيم. في هذا الكتاب كما قلنا يبين حضرة المسيح الموعود كل التفاصيل من القرآن الكريم، يعني يبين عظمة الإسلام وتفوقه من القرآن الكريم فحسب. هذا كان أحد شروط هذا المؤتمر. وقد وصلنا إلى يعني الإصلاح الثاني. ذكرنا أن من أهم الأمور التي ذكرها المسيح الموعود في هذا الكتاب أن القرآن قدم ثلاث طرق للإصلاح، لإصلاح الإنسان: إصلاح الحالات الطبيعية، ثم إصلاح الحالات الأخلاقية، ثم إصلاح الحالات الروحانية في المرحلة الثالثة. وانتهينا من ذكر إصلاح الحالات الطبيعية، واليوم نحن نازلنا في أواخر ذكر موضوع إصلاح الحالات الأخلاقية. وفي الحلقة الماضية والحلقات التي سبقتها ذكرنا أنواع الأخلاق، وهناك أخلاق تحت عنوان ترك الشر، وأخلاق تندرج تحت عنوان إيصال الخير، وذكرناها بالتفصيل حتى الحلقة الماضية. اليوم مشاهدين الكرام، اسمحوا لي مع ضيوفي في الاستوديو، الأستاذ الداعية تميم أبو دقة والأستاذ ربيع مفلح، أن نستكمل في هذه المواضيع الهامة جدا، والتي تضع يعني خطوط عريضة يهتدي بها المهتدون ليعرفوا فعلا عظمة هذا الدين العظيم. مشاهدين الكرام، أذكركم كما دائما يسعدني أن أستقبل اتصالاتكم، استفساراتكم، آرائكم حول موضوع الحلقة، وأركز حول موضوع الحلقة حتى لا نتشتت ولا يتشتت المشاهد الكريم، وذلك إما عبر المشاركة الحية من خلال موقعنا islamahmadiyya.net، هناك زاوية في الصفحة الرئيسية تحت عنوان المشاركة الحية، أو من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة بين الوقت والآخر. فأهلا وسهلا بكم. يعني ضيوفي الكرام، بداية أستاذ ربيع، يعني أخطأ الفلاسفة خطأ كبير كما وضح المسيح الموعود في فلسفة تعليم الإسلام، أخطأ الفلاسفة خطأ كبير فيما يتعلق بالمعرفة الإلهية. هو خطأ كبير وفي نفس الوقت أخطاء دقيقة
فمن فضلك لو تبين لنا ذلك بمزيد من الشرح. شكرا أخي أيمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في الفقرة هذه، يعني في هذا القسم من الكتاب، يتحدث المسيح الموعود عن بحث الإنسان عن الذات العليا، يعني الإنسان في فترته يبحث عن الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقة السابقة، في حلقة البارحة. وهنا يتحدث عن الخطأ الذي وقع فيه الفلاسفة فيما يتعلق بالمعرفة الإلهية. الله سبحانه وتعالى خلق عند الإنسان الدماغ، ويستعمل التحليل، يستعمل الفكر، العقل المجرد ليفهم بعض الأمور. أما كي يصل الإنسان إلى ربه، فالله سبحانه وتعالى خلق أيضا الملكات الروحانية عند هذا الإنسان، كي يستطيع هذا الإنسان أن يتصل بالله سبحانه وتعالى. فما خطأ الفلاسفة بصفات الله؟ ما خطأ الفلاسفة؟ الفلاسفة أرادوا أن يصلوا إلى هذه المعرفة الإلهية من خلال المشاهدة، من خلال التجارب، من خلال استعمال العقل المجرد. فبرعوا في علوم كثيرة، في علم الأحياء وفي الرياضيات وفي الفيزياء وفي كل هذه الأمور، وأرادوا من خلال هذه الأمور أن يصلوا إلى الله، وكأن الله والعياذ بالله شيء، أو كما قال الأستاذ تميم، شيء أثري، يعني يريدون أن يحفروا كي يصلوا إلى هذا التمثال، يعني طبعا والعياذ بالله. ولهذا فهذه العلوم الآن، إذا اتخذ الإنسان هذه الطريقة في معرفة ربه، يعني يجب على الإنسان أن يتفكر وأن يفهم، ولكن سيصل إلى نتيجة نهائية، وهي لا بد أن يكون إله. يعني في نهاية المطاف، وبعد، واليوم في بحوث كثيرة يقولون لا بد أن يكون إله، لا بد أن يكون شيء مدبر لكل هذا الكون، لكل هذه الأمور. ولكن بين الكلمة لا بد أن يكون إله وبين أن نقول نعم هذا الإله موجود حقا ونستطيع أن نتواصل معه وهو حي، هناك فرق شاسع كبير. فالله سبحانه وتعالى يعرف الخلق بنفسه، هو الذي يجعل الخلق يعرفونه. أنزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خلال اتباع هذا القرآن يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله. لقد وضع المسيح الموعود هنا مثالا رائع جدا، يعني حتى أنك عندما تقرأ المثال مرة ثانية وثالثة تكتشف أمور جديدة. قال أن هذا الوضع، يعني وضع الفلاسفة، بمثابة غرفة مغلقة فيها باب وقفل الباب من الداخل، وكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي في هذه الغرفة، يعني يريدون أن يصلوا إلى الله. هم يرون الجدار ويرون باب الغرفة، وأصبحوا ينادوا، هذه المناداة بمثابة العلوم التي من خلالها يريدون أن يصلوا إلى الله. نادوا ونادوا 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 ولم يصلوا إلى هذا الإله. يعني هم ليسوا فقط يريدون كلمة أنه لا بد، يريدون أن يصلوا إلى هذا الإله. فماذا ظنوا؟ ظنوا أن الذي كان في هذا، لا يوجد أحد بالغرفة، بل إنسان، يعني شخص، شيء معين، قد أقفل الباب من الداخل وهو في الخارج ولا يوجد أحد. هنا يريد أن يقول المسيح الموعود عليه السلام، الذي يفتح الباب هو الله سبحانه وتعالى. يفتح الباب عندما أطيع الله سبحانه وتعالى وأتبع السنن وأتبع كل هذه الأمور، هذه الأخلاق، يعني من خلال هذه الأخلاق التي تحدثنا عنها سأصل إلى تلك المعارف الروحانية، في طاعتي لربي، في انضباطي لنفسي، وليس فقط من خلال هذه المشاهدات. يقول أيضا نعم، لعل ما تقوله الآن، يعني هذا التفصيل أيضا يأخذون إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي الذي من ضمنه يعني يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني ماشيا أتيته هرولا. هذا المعنى هو نفس المعنى الذي ذهبت إليه، هل هذا صحيح؟ أن الله سبحانه وتعالى هو في النهاية الذي ينجح هذه المساعي للوصول إليه. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الموضوع أيضا في نهاية هذا القسم، يقول الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة للعلماء والفلاسفة كي يقولوا للبشر، للناس، انظروا هناك إله قد توصلنا إليه. الله الذي خلق هذا الخلائق كلها هو يعرف عن نفسه. وقال أيضا، ساق شيء جميل، يقول الفلاسفة كيف لهذا الإله أن يتكلم. والآن يوجد أيضا نقطة هامة، الله سبحانه وتعالى يطلب مني أن أمشي حسب ما ذكر في القرآن الكريم، كل هذه التعليمات، كل هذا الهدي الموجود في القرآن الكريم، وهذه الأخلاق التي تحدثنا عنها. في النهاية الله سبحانه وتعالى هو بنفسه بسبب فضله المحض سيتكلم مع هذا العبد الفقير، سيتجلى على هذا العبد الفقير. فيقولون كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى وليس له لسان؟ فيقول المسيح الموعود: وكيف خلق الكون من دون أيدي مادية؟ ولكيف يسمع دعاء الملايين بل عشرات الملايين من الناس
من دون أذنين ماديتين. فلهذا لا يمكن لهؤلاء العلماء أن يعني أن يشبهوا الله سبحانه وتعالى بأمور مختلفة. الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء العبد وخلق هذا الكون وأراد لهذا العبد هذا أن ينجح وأن يتقرب إليه، وهو الإله الذي يعرف نفسه بنفسه. جزاكم الله أستاذ تميم، جزاكم الله أحسن الجزاء. بداية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل أخي الأستاذ ربيع، العلماء يمكن أن يصلوا إلى مرحلة أنه لابد أن يكون لهذا الكون خالق، ولكن لا يمكن للعقل ولا يمكن للبحوث العلمية أن تصل إلى مرحلة أن يسلم الإنسان بأن هذا الإله موجود بالفعل. وهذا هو الفارق الكبير بين ما يمكن أن ينتج عن عمل الفلاسفة وعن عمل العلماء وما ينبغي أن يتحقق للإنسان، والذي بدونه على فكرة لا يمكن أن تتحقق للإنسان حالة اليقين ولا حالة الطمأنينة، ولا يمكن أن يعد مؤمنا حقيقيا بالله تبارك وتعالى. يعني في المرحلة التي يكون فيها الإيمان مبنيا فقط على المشاهدة وعلى الملاحظات وعلى القياس العقلي، هي في الواقع مرحلة هزيلة جدا. والإيمان نظريا يمكن أن يسمى في هذه المرحلة بالإيمان الحقيقي. وفي هذه المرحلة فعلا لولا أن الله تبارك وتعالى يتغمد فيها الإنسان ويحميه من أن يقع في الكفر، إلا أنه في الواقع يكون في مرحلة من الإيمان الهش التي يمكن أن تهتز تحت المصاعب والابتلاءات والنوائب التي يمكن أن تصيب الإنسان. لذلك الإسلام يقول بأن هنالك طريق، وهي الطريق العقلي، من أجل هذه المشاهدات ومن أجل تحقيق نوع من الطمأنينة العقلية التي يمكن أن نسميها نسبيا بالطمأنينة العقلية، إلا أن العقل لا يمكن أن يقدم لنا شيء له علاقة بالطمأنينة، لأن الطمأنينة لها علاقة بالقلب. ولكن هنالك طريق آخر للمعرفة الإلهية الحقة، وهي المعرفة الإلهية، وهي كما قلنا أن يتخلق الإنسان بأخلاق الله تبارك وتعالى. فعند ذلك سيتحول إلى إنسان رباني، ستصبح مادة نفسه، مادة روحه، وكأنها لها علاقة بهذا الإله الحي. وعند ذلك سينجذب إلى هذا الإله الحي، وستنشأ هذه العلاقة والرابطة، وستصبح حقيقة وجود الله تبارك وتعالى هي أعظم الحقائق، لأنها هي كذلك بالفعل. سيسلم بوجود الله تبارك وتعالى أكثر من تسليمه وإدراكه للأمور المادية، أكثر من أن يقول إنني أنا أنظر الآن إلى هذا الكأس، إنني الآن أضع يدي على هذا الكتاب. تصبح الصلة بالله والمعرفة الإلهية في مرتبة أعلى وأعظم. طبعا هذا الشيء أصحاب أو ذوي الفلسفة الجامدة أو ذوي العقول أو ما يسمون أنفسهم بالعقلاء لا يعرفونها ولا يتوقعونها ولا يدركونها، لكنها في الواقع هي التي لها العلاقة الحقيقية بالعرفان الإلهي. الله تبارك وتعالى لم يشأ أن يجعل الوصول إليه مرتبطا بالتفكير أو التفكر والتدبر العقلي، وإلا كان أكثر الناس عقلا وأكثر الناس قدرة على المحاكمة العقلية، أكثر الناس إيمانا، وبهذا يكون هنالك ظلم للناس. الله تبارك وتعالى في الواقع جعل الطريق نحوه هي طريق العرفان الإلهي، وهي طريق التقوى والتخلق بهذه الأخلاق. يعني ميزة التخلق بهذه الأخلاق هو أن الإنسان إذا وجدت فيه هذه الصفات، فإن هذه الصفات التي هي عبارة عن انعكاس للصفات الإلهية كأنها ستشكل في داخله صورة الإله الحي، وستنشئ نوع من الرابطة مع هذا الإله الحي. يعني إذا كان الإنسان قد تحلى بالرحمة، قد تحلى بالكرم، قد تحلى بالصفات المتنوعة لله تبارك وتعالى، فعند ذلك يستطيع أن يستقبل هذه، نعم، يخلق نوع من التواصل أو الاستقبال لهذه بالضبط. يعني الآن مثلا لماذا نحن ندرك هذا العالم المادي؟ لماذا نستطيع أن نتلمس هذا العالم المادي؟ لأننا من مادة. يعني يدنا هذه هي في الواقع عبارة عن مادة، لأجل ذلك تستطيع تلمس، نعم، هذا المقعد، وتستطيع تلمس هذا الكأس. فبنفس الطريقة الله تبارك وتعالى معرفته
ترتبط بهذا العرفان الروحي الذي يبنى من خلال هذا التخلق بأخلاق الله. والطريق هي طريق كما قلنا تحول الإنسان من الوحشية إلى الآدمية، إلى الإنسان المهذب يعني، ثم بعد ذلك إلى الإنسان الخلوق، ثم بعد ذلك إلى الإنسان الرباني. وعند ذلك فعلا سيتجلى الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، وسيتحقق له اليقين الذي إن وصل إليه فقد احترق الإثم في داخله، فقد تحول الإنسان بعد ذلك إلى إنسان مختلف تماما، فقد نشأ هذه النشأة الأخرى التي يعد بها القرآن الكريم. فيخطئ من يظنون بأن الطريق إلى الله تبارك وتعالى هي طريق عقلي، وأنه هي لا شك هي ليس الطريق إلى الله، وإنما هي طريق إلى تلمس آثار الله تبارك وتعالى، يعني ولكن في دور العقل وأهميته، ولكنها ليس الطريق إلى الله. نعم. حقيقة. نعم. يعني هنالك مثلا في مرة من المرات جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن، فسئل كيف آمن، فقال ببساطة قال البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير. يعني هو بفهمه البسيط رأى جانبا من آثار الله تبارك وتعالى في هذا الخلق، فقال يعني كما أنك عندما ترى البعرة تدرك بأن البعير قد مر من هنا، مع أنه استخدم هذا المثال الفج، وعندما يقول القدم تسير تدل على المسير يعني أو أثار الأقدام تدل على المسير، أي أنك إذا رأيت الآثار فتعلم بأن هنالك شخصا قد مر من هنا. وهكذا فإنني لا أستطيع أن أنكر أنني أرى آثار الله تبارك وتعالى، ومنها وصلت إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك مهما كان الإنسان بسيط العقل فإنه يستطيع أن يرى هذه الآثار على قدر عقله، وكلما تبحر أكثر فسيرى أيضا آثارا تناسب فهمه وتناسب إدراكه. ولكن لا نستطيع على كل حال أن نقول بأن هذا الإنسان أكثر حظا وأكثر نصيبا من ذلك الإنسان، لا، وإن كان لديه مقدار من العقل أكثر، ولكن الله تبارك وتعالى من أجل أنه فعلا يريد أن يتجلى لعباده بناء على ما يخلقونه في أنفسهم من هذه الأخلاق ومن هذه الصفات التي تماثله، فقد جعل هذا الأمر متاحا لجميع الناس مهما كانت مداركهم ودرجاتهم، وجعل الطريق إليه هو طريق العرفان الإلهي عن طريق هذه الأخلاقيات لا عن طريق العقل المحض. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. يعني أيضا أستاذ ربيع، أستاذ تميم، ما الحكمة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب؟ لقد تطرق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب أو هذا الذي أصبح كتابا فلسفة تعليم الإسلام، تطرق إلى الحكمة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، ومن طبعا ذلك من خلال آيات القرآن الكريم. نعم، يعني الحقيقة أن الله تبارك وتعالى منذ بداية نشأة هذه الأمة أنشأها بطريقة عجيبة للغاية، حيث أنه قد أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ إسماعيل وأمه إلى هذا الوادي غير ذي الزرع ويتركهما هناك، وتنشأ هذه الأمة منفصلة تماما عن إخوانهم من بني إسرائيل، من بني إسحاق، والذين تلقوا الكثير من التعليم الإلهية. كذلك وجودهم في هذه البلاد النائية جعلهم أيضا معزولين عن غيرهم من الأقوام ومن الشعوب الأخرى التي كانت لديها بقية من تعليم الأنبياء. فالله تبارك وتعالى أراد أن يقدم الدين الكامل النقي الصافي المتكامل الذي يستطيع أن يرفع الإنسان من أدنى درجات الإنسانية التي تماثل السبعية والوحشية والهمجية إلى مراحل الإنسان الراقي الرباني الذي هو كالطير الروحاني الذي يحلق باتجاه الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أراد للعرب أن يعيشوا هذه العزلة لكي تكون هذه التعاليم قادرة على تحقيق مثال عملي على هذه الإصلاحات الثلاثة التي ذكرها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ولكي يدرك الناس في كل وقت وفي كل زمن أنهم مهما كانت حالتهم ومهما كانوا في أي درجة، يعني سواء كانت درجة منخفضة للغاية أو راقية، فإن الإسلام قادر على أن يحقق لهم الإصلاح ويقربهم إلى الله تبارك وتعالى ويعرفهم عليه. فهذا هو
السبب الذي من أجله بعث الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب وأنشأ أمة العرب بهذه الصورة، لأنه لا يمكن للتعليم الكاملة أن تتنزل بداية ثم أن تجد تطبيقها إلا في ظروف بهذه الظروف بهذه الطريقة. أما لو نزل القرآن الكريم مثلا في بني إسرائيل فإنه بسبب وجود هذه التعليم السابقة ستختلط الأمور ولن يستطيع الناس إدراك هذا الإصلاح العظيم الذي قال عنه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: صادفتهم قوما كروث ذلة فجعلتهم كسبيقة العقيان، حتى انثنى بر كمثل حديقة عذب الموارد مثمر الأغصان، عادت بلاد العرب نحو نضارة بعد الوجى والمحل والخسران. جزاكم الله أحسن الجزاء. فعلا كان حال العرب يعني مؤهل في ذلك الوقت إلى أن يبدأوا من ما قبل الصفر، يعني لقد أهلهم القرآن الكريم، تعليم الإسلام فعلا أعاد تأهيل هذه الأمة من ما قبل الصفر في التحضر البشري وتأدب والأخلاق الروحانية، ونهضت بهم ليكونوا مثالا فعلا لكل الأمم اللاحقة بأن الإسلام قادر على أن ينهض بالمجتمعات مهما كانت هذه المجتمعات يعني تعاني من تخلف أو من تراجع. يعني هناك نقطة على كل حال، لو على فكرة لو تفكر فيها الناس هناك بعض النقاط، ولكن من هذه النقاط مثلا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسى مبادئ التسامح الديني ومبادئ الحرية الدينية عند قوم لم يكونوا يعرفون سوى دين واحد وهو الدين الوثني، وكانوا مستعدين لأن يقتلوا أعداءهم تحت راية هذه الآلهة الباطلة بلا هوادة. فهذا يدل على أن وجود هذا القانون وزرع وغرس روح التسامح والحرية الدينية في المسلمين لم يكن وليد أنهم مثلا رأوا هنالك عديد من الأديان وهذه الأديان تتعرض للاضطهاد وهذا الاضطهاد أدى إلى حالة مزرية، فعند ذلك يجب علينا أن نفكر كيف يمكن أن نحمي هذه الأديان الأخرى وكيف يمكن أن نحافظ عليها. لم يكن هنالك أي شيء من هذا، وإنما هذا يدل على أن التعليم هو بحد ذاته قد أوصلهم إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا من مراحل التمدن البشري. يعني نلاحظ متى أقر العالم هذا المبدأ؟ لم يقر العالم هذا المبدأ إلا في القرن العشرين تقريبا، حرية الأديان، أصبح الناس يحترمون معتقدات غيرهم وأصبحوا مستعدين لأن يتقبلوا وجود أتباع دين آخر في بلادهم وأن ينشئوا معابدهم ومساجدهم وغير ذلك. فهذه مرحلة متقدمة جدا لم ينتبه إليها العالم المتحضر إلا بعد أن قاس وعانى الكثير. يعني مثلا أوروبا نعلم أن البروتستانت قد ذبحوا بلا هوادة على يد الكاثوليك، وبعد ذلك البروتستانت ذبحوا أيضا الكاثوليك، ويعني وهم من نفس الدين، أتباع نفس الدين، وكانت يعني المشاكل. البروتستانت ذبحوا الكاثوليك ثم بعد ذلك الكاثوليك ذبحوا البروتستانت والبروتستانت ذبحوا الكاثوليك. يعني المهم عندما يعني نشأت هذه الفئة حدث صراع مهول ولفترة طويلة، يعني كانوا لا يتقبلون بعضهم بعضا ولم يكن هنالك أي إمكانية لهذا التعايش، ولكنهم بعد أن رأوا كيف أنه لابد من أن يحافظوا على حقوقهم وعلى على على حقوقهم في حرية الاعتقاد وفي حرية ممارسة الدين، عند ذلك قالوا فعلا يعني إذا أردنا أن نكون نحن أحرار فعلينا أن نعطي الحرية للآخرين. كذلك مثلا مسألة الأسير، القرآن الكريم ذكرها قبل أن يكون للمسلمين حول ولا قوة وقبل أن تنشأ هذه القضية. فالعالم المتحضر الآن أقر هذه الأمور في القرن العشرين أنه لابد أن يكون للأسير حقوق، ولابد أن لا يطلب منه أي شيء سوى أن يعرف عن نفسه، ولابد أن لا يقتل، ولابد أن يكرم، ولابد يعني كل هذه الأمور عندما يقدمها الإسلام في تعليمه في وقت لم تكن هذه الأمور أصلا حتى وقت طويل بالنسبة للمسلمين هي أمور الساعة أو الأمور التي تلامس حياتهم اليومية. فهذا يدل على عظمة هذا التعليم وعلى كمال هذا التعليم، ويدل على أنه لم يأتي فقط لكي وهذه نقطة مهمة جدا لم يأتي فقط ليصلح أحوال العرب،
لأن بعض الناس ماذا كانوا ماذا ينظرون ويقولون؟ يقولون أن هذه الحركة حركة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سوى حركة ثورية إصلاحية للعرب من أجل أن تتحسن أحوالهم، ولكن الذي حدث هو أن العرب لم تتحسن أحوالهم فحسب، هي تحسنت وبعد ذلك تقدموا ليكونوا معلمي الإنسانية، وتجاوز الأمر مرحلة الإصلاح المتعلقة بالعرب وإنما إصلاح العالم وإظهار نور الإسلام العظيم وإظهار نور الله تبارك وتعالى في الأرض بكاملها. جزاكم الله. يعني بعد أن بين حضرة المسيح موعود عليه الصلاة والسلام الحكمة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من العرب، تحدث حضرته وبين فضل القرآن المجيد على العالم. أستاذ ربيع، في هذا الموضوع طبعا يذكر المسيح الموعود عليه السلام أن القرآن أحسن إلى العالم، هذا القرآن الكريم الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحسن إلى العالم. لماذا؟ لأنه ميز بين الأخلاق، بين الأمور الطبيعية التي تكون عند الإنسان وبين الأخلاق الفاضلة. هو علم الإنسان كيف يخرج من الأمور من حالته البهيمية إلى الأخلاق البدائية إلى الأخلاق السامية، ولم يكتفي بذلك بل جعل الإنسان يعرف بل جعل الإنسان يصل إلى الحالات الروحانية أيضا. إنه فتح باب المعارف على الناس على الإنسانية، باب المعارف الإلهية، ولكنه لم يفتح فقط الباب. يعني أستطيع أن أتحدث عن نظريات جميلة جدا فيها منطق جميل وتقرأ هذه النظريات وتفرح، إنه لم يتحدث عن أمور نظرية بل أنه فتح هذا الباب المعارف وجعل مئات الآلاف أيضا يصلون إلى هذه المعارف. يعني عنده أيضا إثبات لناس قد وصلوا إلى هذه المعارف ووصلوا إلى هذه الكمالات الروحانية، وبهذا فإنه أكمل دائرة المعارف الروحانية، هو وصل إلى نوع من الكمال من ناحية تعريف الدائرة الروحانية. وذكرت الآية في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أتم هذه المعارف، وكل هذه المعارف أيضا موجودة في التسمية الإسلام، لأن ما أحد من أحد معاني الإسلام، طبعا المسلم هو الذي يسلم الناس من يده ولسانه، والمعنى الآخر أن هذا الإنسان يكون كله لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله أحسن الجزاء. فعلا يعني القرآن فضل عظيم على العالم كما تفضلتم، فقد فتح أبوابا للمعارف، وهذه المعارف لا يعني لا تفيد المسلم فقط، حتى المعارف الدنيوية أيضا، فإن في القرآن الكريم يعني أبواب كثيرة لفتح هذه المعارف. ويعني وما الازدهار العلمي الذي قاده المسلمون في مرحلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يعني عدت أساس اليوم معظم العلوم قامت على هذا الأساس، والغرب يعترفون بهذا الموضوع. حتى يعني مؤخرا هناك فيلم بريطاني وثائقي قصير يعني يبين فعلا أن هذه الفترة التي يسمونها عندهم في كتبهم ويعلمون أولادهم أنها فترة الظلام، كانت عصور الظلام، أنه فعلا هذه العصور قدمت للبشرية علوما، على أساس هذه العلوم وصلت البشرية لما وصلت إليه اليوم. وأيضا القرآن الكريم كما قلنا قدم للبشرية منذ أن بعثه الله تبارك وتعالى، منذ أن أرسله الله تبارك وتعالى تعليما وتطبيقا، هذا التعليم والتطبيق أنقذ البشرية من الويلات والمآسي والمظالم، وعرفهم لأول مرة على قيم لم تكن تخطر ببالهم ولا بخلدهم. واليوم يقدم من ينتسبون الإسلام يقدمون الإسلام العكس تماما، أنه هو باب الويلات والعذاب والدمار على العالم. يعني يدمرون هنا ويفجرون هناك ويقطعون الرؤوس هنا ويقتلون هناك، حتى يدمرون المتاحف، يدمرون التاريخ. يعني هم دمار على كل شيء، لا يقتصر دمارهم على شيء واحد، بل يدمرون كل ما يأتي في طريقهم. وللأسف يقدمون هذا على أساس أنه ماذا؟ على أساس أنه الإسلام، بينما الإسلام هذا هو حقيقة الإسلام كما وضحه المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. نحن بينا عندما تحدثنا عن الأخلاق أن الله تبارك وتعالى قد لخص صلب تعليم الإسلام بالكامل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أي إن كل تعاليم هذا القرآن الكريم في الواقع هي تحت هذا العنوان الكبير، وهو عنوان العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني ملاحقة السيئة في كل مراحلها وفي كل
درجاتها. هنا فعلا الإسلام هو الذي وضع الأساس للسلم العالمي. لماذا؟ لأن العدل هو أساس السلام. إذا لم يتحقق العدل فإنه لا يمكن أن يتحقق السلام العالمي. وهذه هي القضية التي يدين العالم فيها للإسلام، يدين فيها للقرآن الكريم. بمعنى أين هو الكتاب؟ أين هو التعليم؟ أين هو التطبيق أيضا لهذا التعليم الذي شهد عليه العالم عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في الخلافة الراشدة، الذي ركز على العدل حتى لو كان العدل ضارا لك، حتى لو كان العدل ضارا للمسلمين، ضارا لمن يقوم عليه. يعني استعرضنا بالأمس أيضا بعض الأخلاق التي ركز عليها القرآن الكريم، ومن ضمنها الصدق مثلا، كيف أن الله تبارك وتعالى يطلب منا أن نصدق في المواقف التي يمكن أن تتسبب لنا في الضرر، ويطلب الله تبارك وتعالى منا العدل مهما كان حال الذين أمامنا. يجب أن نعدل مع العدو قبل الصديق. بالعكس، العدل الحقيقي الذي يؤكد عليه الإسلام هو أن تعدل مع عدوك. فأين هذه التعليم الجميلة؟ أين يمكن أن توجد؟ وأين رآها الناس؟ وأين رآها العالم؟ وأين تعرف عليها إلا من خلال هذا القرآن العظيم؟ لذلك على العالم أن يقر بهذا الأمر. وهؤلاء الناس الذين يسيئون إلى الإسلام من خلال سلوكهم وتصرفاتهم وأفكارهم البعيدة كل البعد عن هذا الدين العظيم، يجب أن يكون العالم منصفا، وأن يعترف وأن يتأكد بأن هؤلاء لا علاقة لهم بهذا الدين العظيم، ولا يحاولوا أن يستغلوا وجود هؤلاء لكي يسيئوا إلى هذا الدين العظيم ويتهموه بما ليس فيه ظلما وعدوانا. جزاكم الله أحسن الجزاء. معنا من تركيا الأستاذ علاء عثمان. السلام عليكم. تفضل، أرجو أن تخفض صوت التلفاز وتسمعنا من خلال الهاتف أستاذنا الكريم. تفضل. الصوت يعني بالكاد نسمع الصوت. لو سمحتوا أنا أريد مداخلة قصيرة عن مسألة عظمة وسط الخلق في الإسلام، وكان لهذا الأمر من أهمية بالغة إلى أنظار الآخرين إلى حقيقة دين الإسلام الذي أراده الله تعالى أن يعتنقه من المقربين إليه عز وجل. أخي لو الإخوة بالكنترول لو يعني تفحصوا الصوت مع الأخ من فضلكم، ونعاود الاتصال به من جديد. أستاذ عثمان، طيب أستاذ تميم، يعني تقدم المسيح الموعود في هذا الخطاب أكثر فأكثر، وذكر حضرته أدلة عقلية قدمها القرآن الكريم على وجود الله تبارك وتعالى، وقال في هذا الخطاب، قال حضرته: الآن انظروا ما أحسن وما أبدع ما سقه القرآن الحكيم من أدلة عقلية على وجود الله تعالى. يقول في موضع منه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي دليل عقلي في تقدمه هذه الآية على وجود الله سبحانه وتعالى؟ نعم، بارك الله فيكم. قبل ذلك يجب أن نعرف لماذا ذكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى بعد أن قدم بحث الأخلاق. كما قلنا، بعد أن قال هنالك أخلاق ترك الشر وأخلاق إيصال الخير، فهنا يريد أن يقول كما ذكرنا قبل قليل أن العرفان الإلهي مرتبط بأن يتخلق الإنسان بهذه الأخلاق. لذلك هنالك إله، هذا الإله يعني إذا كان هنالك إنسان يريد أن يتعرف إلى الإسلام، نحن نقول له يجب أن تكون إنسان خلوق لتصبح إنسانا ربانيا لتتصل بهذا الإله. فهو الآن يقدم هذه الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى استكمالا للموضوع وتبيانا بأن هذا الإله الذي يجب أن تسعى لكي تصل إليه هذا هو الإله الذي أيضا يشير إليه العقل. ولكن أشار إلى أن الفلاسفة أخطأوا في ظنهم بأن الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو بالطريق العقلي المجرد. فلأجل ذلك الآن يقدم الأدلة العقلية
لكي يستسلم الناس ويقولوا فعلا لابد أن يكون هذا الإله موجودا. يعني أولا هو موجود فعلا، لا لا الآن هو الأدلة العقلية لكي يقولوا أنه لابد أن يكون موجودا. فهذا يعني لأنه فعلا إذا أدركوا هذا الأمر، لأنه ربما إذا قدم هذا البحث لشخص ملحد يقول يعني ما الفائدة من أن أتخلق بهذه الأخلاق، وكيف يمكن أن أصل إلى هذا الإله، أصلا أنا ليس عندي دليل على أن هذا الإله موجود. يعني بعض الناس فعلا لا يكونون قد تبحروا وتدبروا بهذه الصورة. لذلك المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام استكمالا للمسألة ذكر الأدلة العقلية لكي يقول هذه الأدلة التي تبين وتؤكد بأنه لا بد أن يكون موجودا لكي تدركوا بأنكم إذا سرتم في طريق الأخلاق ستصلون إلى المرحلة التي تقولون فيها إنه موجود فعلا لأننا عرفناه واتصلنا به. فهنا هذه الآية التي ذكرها حضرته وهي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يبين هنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أننا إذا نظرنا إلى المخلوقات سنجد أن كل مخلوق قد خلق بهيئة وبجسد وبإمكانات وبقدرات تناسب تماما العمل الذي ينبغي عليه أن يقوم به أو الدور الذي ينبغي عليه أن يقوم به، لا تجد خللا مطلقا في خلقة هذا المخلوق. وليس هذا فحسب، الله تبارك وتعالى أيضا هدى هذه المخلوقات لكي تقوم بالعمل الموكل بها إلى أقصاه إلى مستواه الكامل من خلال هديه ومن خلال توجيهه الذي نستطيع أن نتلمسه بكل وضوح. يعني إذا نظرنا مثلا إلى كل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فسنجد أن هذا المخلوق، يعني مثلا السمكة في البحر خلقها الله تبارك وتعالى بهذا الشكل الانسيابي وأعطاها هذه الخياشيم لكي تأخذ الأكسجين من الماء، وأيضا زودها بهذه الأسنان مثلا لكي تأكل الأسماك الأصغر منها أو الأسماك الأصغر لكي أيضا تلتقط الطحالب الموجودة في البحر، وتجد أن هذه الخلقة هي فعلا 100% الخلقة الملائمة لكي تمارس هذه السمكة حياتها بشكل صحيح ثم لكي تنمو ثم ليستفاد منها بعد ذلك في إطعام البشر. وهكذا أيضا بالنسبة مثلا لأي مخلوق آخر لأي حيوان نجد أن هذا الحيوان الله تبارك وتعالى أعطاه أعضاء، أعطاه أيضا إمكانات وقدرات وقوة تناسب هذه المهمة لكي يقوم بعمله. يعني مثلا الحيوانات المفترسة زودها الله تبارك وتعالى بجسد يلائم تماما العمل الذي ستقوم به. يعني مثلا الفهد يكون دقيق الجسم برأس بصورة معينة وبفك وبصورة لكي يستطيع فعلا أن يلتقط فريسته أو أن يصطاد فريسته. يعني لو كانت سرعته أدنى لما استطاع أن يصطاد فريسته ولا نفق. يعني أذكر هنا في مرة من المرات قاموا بعملية تهجين بين نمر كبير من نمر البنغالي وأيضا ربما مع نمر سيبيري أو شيء من هذا القبيل، فنتجت النتيجة كان هذا النمر الناتج عن هذا التهجين قويا جدا ولكنه لم يكن يتمتع بالقدرات الكافية التي يعني قوي من ناحية مثلا قوي فيما يتعلق بالفك على سبيل المثال، ولكنه لم يكن قادرا على أن يلتقط فرائسه بالطريقة التي عادة يقوم بها النمر البنغالي المزود بها، مما أدى فعلا إلى أن هذا الكائن الجديد الذي لم يستطع التكيف فكانوا يزودونه بالطعام، هم كانوا يزودونه بالطعام. فالله تبارك وتعالى أصلا جعل هذا الأمر متاحا، يعني أن يحدث أحيانا نوع من التهجين لكي يبين لهم أنني خلقت كل كائن لكي يتلائم 100% مع الدور الذي هو مطلوب منه ولكي فعلا يزداد عدده بمقدار وينقص عدده بمقدار، وأوجدت هذا التوازن بين هذه المخلوقات وفقا لخطة مدروسة لكي تنعم البشرية بهذه الحياة المتوازنة. فالنظر في هذا الأمر يدل على أن خالقا قد خلق
هذه المخلوقات إذ أنه أعطاها الخلقة الملائمة وهداها لكي تتصرف التصرف الصحيح لكي تمارس دورها وفقا لهذه الخلقة. جزاكم الله أحسن الجزاء. معنا أيضا على الهاتف من جديد الأستاذ علاء عثمان من تركيا. السلام عليكم. السلام عليكم أخي أيمن. وعليكم السلام. أنا بحكم عن رجاء الصوت ما بعد الجواب حصلت هلا. تفضل أفضل قليلا. نعم تفضل. شكرا لكم. أنا كان المداخلة تبعي قصيرة جدا عن عظمة وثاة الخلق الإسلام وكم هذا الأمر من أهمية بالغة في لفت أنظار الآخرين لهذا الدين الحنين الذي أراده الله تعالى أن نعتنقه لنكون من المقربين إليه عز وجل. إن التحلي بخلق المواساة للناس هو حسنة تزيد بالسيئة كما أنها من علامات الإيمان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من واسى الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا. وحقيقة في هذا الزمن لا نرى مواساة الخلق بأبهى صورها إلا عند المسلمون الأحمديون والذين يتقون تعليمهم لخدمة الخلق ومواساتهم من تعليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق وتعليم سيدنا المسيح الموعود عليه السلام حيث قال عليه السلام يا أيها المنتمون إلي عليكم أن تواسوا كل إنسان أيا كان دينه وتحسنوا إلى الجميع دين تمييز لأن هذا هو تعليم القرآن الكريم. هذا ولا يزال المسلمون حتى الآن الأحمديون طبعا يستقيم تلك الأخلاق العظيمة عبر خليفة المسيح الموعود الخامس حضرة مجد المسلم أحمد أيد الله تعالى بنصره العزيز والذي يدعون في كل خطبة وجمعة في كل خطبة جمعة وفي كل مناسبة لخدمة خلق الله تعالى ومواساتهم وهي تعليم القرآن الكريم الذي أجرها الناس اليوم للأسف. نعم. هذه المهمة العظيمة باتت اليوم مقاتمة على عاتق المسلمين الأحمديين وحدهم وهم يتشرفون طبعا بحملها لنشر جمال الإسلام الذي مسسته الدنيا ومن أجل إحياء الدين تحت خلافة الحب والعدل والسلام. ومثل الختام في هذا القول على موضوع التحلي بخلق المواساة هو قول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله إليهم يوم القيامة. صدق رسول الله. أشكركم جزيلا. شكرا. بارك الله فيك وجزاك أحسن الجزاء أستاذ علاء. ومعنا أيضا من السويد السيدة ندى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا تفضلي. أردت من خلال هذا المجلس الكريم أن أوجه رسالة إلى كل متفلسف وكل من تكبر وظن أنه عالم وخبير وأراد أن يخضع آيات الله لفلسفته ويعاينها بمجهر جهله. أقول لن تصل إلى الله أبدا بهذه الطريقة. فلو طبقت الأم جميع العلوم والفلسفات في تربية ولدها فلن تصل إلى الأمومة والتربية السليمة إلا بقلبها وحبها. أحب الله هذا هو المطلوب واقبلوه ثم سيكشف لكم الله أسراره. أما البحث وراء دقائق الأمور كولادة آدم أو عيسى فهذا بحث فاشل لن تكشفه فلسفتكم ولا مجهركم. فلو كانت هذه الطريق توصل لله لوصل له العلماء الغرب الذين لا يؤمنون بالله أصلا. وأخيرا أقول كونوا ربانيين وليس متفلسفين. جزاكم الله. بارك الله فيك وجزاك أحسن الجزاء السيدة ندى من السويد. أخي ربيع يعني المسيح موعود عليه الصلاة والسلام يكمل في موضوع الأدلة العقلية على وجود الله تعالى يقول والدليل الثاني على وجود الله في القرآن المجيد هو كون ذات الله علة العلل حيث يقول وإن إلى ربك المنتهى. أرجوك أن تشرح لنا وأن إلى ربك المنتهى. نعم. طبعا حسب رأيي يعني الفقرة هذه فقرة مهمة جدا يعني هناك اختصارات كلمات بسيطة 4 أو 5 كلمات يسيق فيها دليل يعني ممكن أن تتفكر فيه أسابيع بل أشهر طويلة. يعني رأيت كيف الأستاذ تميم أعطى بعض الأمثلة يعني القضية ليست قضية على مر الكرام ولكن يعني الشيء الجميل العجيب أن هذه الآيات الكلمات البسيطة هي ليست كلمات بسيطة ولكن المختصرة فيها معاني كبيرة عن وجود الله سبحانه وتعالى. تقول الآية وأن إلى ربك المنتهى يعني في هذه الآية
المعنى من هذه الآية كما يشرحه المسيح الموعود عليه السلام، أنه إذا أخذنا أي ظاهرة أو أي علم أو أي معلومة فهناك تسلسل لهذه المعلومات، وهذا ما يحدث في الأبحاث دائما. يعني يصلون إلى معلومة معينة ثم يعملون بعض التحليل ويأتون إلى مسبب آخر قد سبب هذه العلة وهذا الوضع، ثم يستمرون السبب الثالث والرابع والخامس والسادس، في النهاية سوف يصل إلى العلة الأولى التي هي بمثابة المسبب الأول لكل هذه المسببات. ويقول القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن هو الله سبحانه وتعالى بنفسه هو السبب الأول الذي انبثقت منه كل هذه المسببات. يعني اليوم في العلوم ترى مثلا يتحدثون عن أي موضوع، مثلا عن دوران مثلا الكرة الأرضية حول الشمس مثلا، لم يعرفوا أنها تدور والآن أصبحوا يعرفوا قبل سنوات طويلة أنها تدور، وقالوا أن سبب الدوران أن هذا الجاذبية، الكتلة الكبيرة تجذب الكتلة الصغيرة، ثم يقولون هذا جرافيتون. كل مرة يجدون إلى سبب ليفهموا ما فهموا من قبل، ولكن في نهاية عمل هذه المسببات يكون الله سبحانه وتعالى هو السبب الأول لهذه المسببات، علة هذه الآيات. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ تميم، الدليل الثالث الذي قدمه المسيح موعود عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم كدليل على وجود الله سبحانه وتعالى دليل عقلي. نعم، يعني المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عندما ذكر هذه الأدلة كما قلنا كان يريد خدمة الهدف الذي ذكرناه، ولكنه أيضا استند في هذه الأدلة إلى القرآن الكريم. يعني يقول إن القرآن الكريم هو بنفسه أيضا يقدم لنا الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى. يعني لم يقل مثلا والله هنالك أدلة عقلية وهو اجتهد فيها، وإنما قال هي أدلة أيضا قدمها القرآن الكريم. طبعا من ضمن هذه الأدلة يقول الله تبارك وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. هنا الله تبارك وتعالى يبين بأن نظام الكون هو نظام محكم، هو أشبه بآلة دقيقة جدا، أشبه بساعة، هذه الساعة تدور وتدور وتدور وتدور، ولكن هذه الدورانات وهذه الحركات وهذه الحركات التي يعتمد بعضها على بعض والتي يؤثر بعضها في البعض الآخر، هذه الأمور ليس فيها تفاوت، ليس فيها أي نقص صغير. لا يمكن لهذه الأجرام السماوية الضخمة التي تملأ الفضاء أن تنحرف انحرافا بسيطا، فلو حدث أي نوع من الانحراف البسيط في أحد هذه الأجرام لحدثت كارثة ولانهار هذا النظام. فالله تبارك وتعالى أوجد هذا النظام وبين بأن تعاقب هذه الظواهر الطبيعية كالليل والنهار و دوران الشمس ودوران القمر وغير ذلك إنما يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأ هذا النظام وهو الذي يديمه. يعني وهذه نقطة مهمة جدا، يعني هذا النظام ليس نظاما مثلا أنشأ ثم ترك، لأن ترك هذا النظام لا يمكن أن يعطينا ضمانة بأن هذا النظام يمكن أن لا يطرأ عليه أي نوع من الخلل أو الزلل. فكما تفضل أخي الأستاذ ربيع، الحقيقة أن الله تبارك وتعالى قد ربط هذا النظام بشكل دقيق بأمره وبكلماته. يعني هذا النظام لا يدور من تلقاء نفسه، هذا النظام فعلا مرتبط بجملة من الأسباب نهايتها عند الله تبارك وتعالى. إدارة هذا الكون كأنه مرتبط بخيوط، مجازا نقول أن هذه الخيوط هي في يد الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أيضا عبر عن هذا الأمر بقوله الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي أنه هو قيوم هذه السماوات والأرض، هو القائم على هذا النظام. فالذي ينظر في هذا النظام المحكم لابد له أن يسلم بأنه لابد أن يكون هنالك إله قائم على هذا الكون يدير هذا الكون، وإلا فإنه لا يمكن لهذه الحركة الدقيقة، لا يمكن لهذا التعاقب الدقيق أن يجري وحده وليد الصدفة، وأن يكون وليد الصدفة أو أن يستمر في الجريان
وحده، لأنه بشكل عشوائي، حتى لو ليس بشكل عشوائي، لو فرضنا جدلا أنه وصل إلى هذا الدوران بعد مرحلة من مراحل التطور الذاتي، إلا أن استدامته غير ممكنة إلا بيد إله قيوم يدير هذا النظام. أردت أن أذكر يعني مثال جميل، حدث حوار بين يعني بروفيسور يشتغل في مجال الطب وبروفيسور آخر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فذكر الأول للآخر، قال له يعني لم نتحدث عن الكون، عن الخلية، قال له أن الخلية معقدة جدا جدا، لا يمكن أن لا يمكن لهذه الخلية أن تأتي من يعني من نفسها وأن تتركب بهذه الطريقة. فقال له هذا بالصدفة وكانت سنوات طويلة، فذكر مثال جميل وقال له هناك بعض الأحرف موجودة فوق خزانة، فكانت هزة أرضية وقعت هذه الأحرف، ونفرض أنها بنت الجملة، ذهب الولد إلى المدرسة، هل هذا معقول؟ قال له ربما، يعني ليس ممكن، يعني صعب أن أفكر بهذه الطريقة ولكن ممكن. فصعب الحالة وقال له نفرض أنها بنت بيت شعر، الصدر والعجز، يعني الأحرف وقعت من الخزانة وكتبت جملة بيت شعر، فقال له هل هذا معقول؟ فقال صعب، يعني صعب ليس بالسهل. قال له وإن وقعت هذه الأحرف الكثيرة وكتبت 10 أبيات وكانت قصيدة، قال له هنا مبالغ، قال له وانتهت بنفس القافية، قال له خلص يعني اغرب عن وجهي اتركني، قال له وأنها أيضا تتحدث بنفس الموضوع، فأراد أن يذهب، فقال له لماذا أنت ذاهب؟ الخلية أصعب بمليارات المرات من ناحية تنظيمية من هذا المثال الذي ذكرته، ولكن عندما أتحدث عن الله سبحانه وتعالى فأنت تنكر هذا الموضوع، مع أن الوقت منذ أن بدأت السماوات والأرض حتى الآن، هذا الوقت من ناحية رياضية ليس كافي لإنشاء خلية يعني بالصدفة تشتغل كل هذه المركبات، بل لا يكفي أصلا إنشاء الأحماض الأمينية التي هي المادة الأولية، يعني لأنها ترتبط، هي عبارة عن أحماض ترتبط فيما بينها لتشكل الجينات والكروموسومات وغير ذلك، فهذه يعني احتمال أن ترتبط بهذه الصورة، هذا لا يكفي فعلا كما تفضلتم كل هذا العمر من الزمان لكي تتحقق بالصدفة. نعم نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. يضيف أيضا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام دليلا آخر، وهو من الآية الكريمة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا هنا المسيح الموعود أيضا يعني عليه السلام يضع نقطة، يذكر نقطة جميلة وأظن أنها واضحة جدا، ستكون واضحة للمشاهدين أكثر حتى أكثر من غيرها. من ناحية علمية نعرف أن كل شيء سيزول في النهاية، الإنسان يزول، حتى الشمس تزول والكواكب تزول، ولكل شيء حتى العلوم تعرف عمر وتقر أن كل شيء له عمر، حتى الأمور التي ستنتهي بعد مليارات السنين. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى عندما ينتهي كل شيء، نحن نتحدث من هذه النقطة إلى المستقبل، عندما ينتهي كل هذا الشيء لابد أن يبقى شيء، الذي ما بنى كل هذه الأشياء، يعني إذا أزيل كل شيء ممتاز، لم يبقى أي شيء، الوجود انمحى، ولكن يجب من المفروض من المنطقي من المنطق البسيط أن يكون هناك شيء أو لا شيء، يعني قوة معينة أنشأت كل هذه الأشياء، وإلا كيف ظهرت؟ يعني هذا إذا نظرنا من هذه النقطة إلى النهاية، ولكن يمكن أن ننظر أيضا إلى هذه النقطة بطريقة أخرى. بداية هذا الكون اليوم العلماء يقولون أنه بدأ من خلال الانفجار العظيم، يعني هذه النظرية أصبحت نظرية يعني يتحدثون عنها كثيرا، لدرجة أنه اليوم في المدرسة يعني هناك حوار وجدال أيضا من ناحية علمية، إن كان يعلمون يضعون مناهج التعليم حسب الأمور مثلا الداروينية أو الأمور التي تقول بأن الكون بدأ يعني بنفسه من دون، أو أنهم يذهبون إلى اتجاه آخر واتجاه الخلق، أنهم رأوا أن الانفجار العظيم كان بداية الخلق. الآن ماذا يسأل العلماء ويقولون؟ إذا قبل الانفجار العظيم لم يكن شيء، فمن أوجد؟ يعني الانفجار العظيم يكون نهاية شيء ما كان قبله، وهذه بداية جديدة، فيقولون كيف بدأت هذه البداية؟ وكيف بدأ هذا المكان والزمان؟ ومن أوجد هذا؟ يعني حتى العلوم وصلت فعلا في كثير من المجالات إلى النقطة التي فيها نقول لابد أن يكون هناك شيء. في الاتحاد السوفيتي عن ذكر أستاذ تميم عن الكواكب والمجرات، قالوا بأنه هناك سوبر باور، قالوا يعني في الستينات في السبعينات عندما كانوا مهتمين كثيرا فيها وكان هناك سباق بينهم وبين الأمريكان، قالوا أنه لا بد أن يكون هناك سوبر باور، لا يريدون أن يقولوا الله، بل ولكن قالوا أن هناك قوة
وهذا طبعا ما ذكرناه بأنهم قالوا لابد أن يكون إله. فهنا يذكر المسيح الموعود آية قرآنية واضحة وهي تقول بأنه في النهاية عندما يزول كل شيء لابد أن يبقى الشيء الذي أوجد كل هذه الأشياء. يعني هذا دليل بسيط ويعني منطقي جدا. يعني فناء المخلوقات لابد أن يشير إلى وجود الخالق، لأنها لو كانت لا تفنى فهذا يمكن أن يشكك الناس في أن هنالك خالق. يعني يمكن أن يقال بأن هذه الأمور أزلية موجودة منذ الأزل وستستمر إلى الأبد، ولكن العمر والفناء الذي يأتي على المادة ويأتي على الإنسان دليل على أن هنالك موجد، وهذا الموجد هو الذي أوجدها في البداية وهو الذي يفنيها وهو الذي يعيدها مرة أخرى بصورة أخرى. جزاكم الله أحسن جزاء مرة أخرى. مشاهدين الكرام، يسعدني أن أستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم من خلال المشاركة الحية في الموقع islamahmadiyya.net أو من خلال الاتصال بنا على أرقام الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة بين الوقت والآخر. معنا من الجزائر الأستاذ عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صلى الله عليه وسلم قدمه الصادق عليه السلام. أولا بصراحة لم أكن أنوي المشاركة معكم اليوم لأني قد شاركت البارحة، ولكنكم وضعتم أيديكم على موضوع قد يعني عندي معه تجربة شخصية، وهو المعرفة الإلهية والوصول إليها، وهو الشغل الشاغل عندي بعد أعوام من الهمجية والمادية. باختصار أقول أن الإمام المهدي عليه السلام قد أيقظ في أشياء كانت نائمة في عمق الروح، وأن الذي كنت قبل الإيمان به ومعرفته أدعو الله أن يرزقني مالا ومنصبا وبيتا وجاها وأن يوفقني في الأمور الدنيوية، ولكن الآن والحمد لله أدعو الله في سجودي قائلا اللهم إني أحبك فأرني نفسك واكشف لي عن السبل للوصول إليك وطهرني من عندك وانصرني على نفسي، فأنا الضعيف أمام البهرج الخداع الذي يسود هذا العالم. أرجو أن لا يكون هذا رياء مني، ولكن والله إنه فرح وتحديث بالنعمة. الحمد لله أصبحت أبكي شوقا وصببة لربي، وأدعو لي أن يوفقني الله حتى أظفر بلقائه وأن أدخل جنته في هذه الدنيا قبل الآخرة. أحبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله وبارك فيك. شكرا لك أستاذ عبد الحميد. معنا أيضا نور الدين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أبلغ سلام الحار إلى سيدنا أمير المؤمنين سيدنا ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز وبروح القدس، وجعل الله الفتوحات الكبرى على يده في العالم. كما أبلغ سلام الحار إلى أخي أيمن وتميم أبو دقة وربيع. بارك الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان أحباب الكرام بالمرة والتكرار يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. يقول سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام في فضل القرآن المجيد على العالم، إن القرآن وحده هو الكتاب الذي أحسن إلى العالم بأن ميز بين الحالات الطبيعية والأخلاق الفاضلة، وأخرج الإنسان من الحالات الطبيعية إلى ذروة الأخلاق السامية، ولم يكتفي بذلك بل قطع المرحلة الباقية وهي الوصول إلى مقام الحالات الروحانية، فقد فتح لذلك أبواب المعرفة الحقيقية ولم يفتح الأبواب المؤدية إلى ذلك المقام فحسب، بل لقد أوصل إليه مئات الآلاف من البشر. وهكذا وضح بكل روعة وجمال الأقسام الثلاثة من التعاليم التي سبق ذكرنا لها، وبما أن القرآن جامع تماما لجميع التعاليم الضرورية للتربية الدينية
لذلك أعلن أنه أكمل دائرة التعليم الديني، فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا جزاكم الله أحسن جزاء مشاهدين الكرام ومتابعينا والمتصلين الذين يهتمون ويعني يتصلون بنا ويستقبلون ونستقبل مشاركاتهم. فعلا معا تعالوا لنثري هذا اللقاء ونستفيد ونتقدم جميعا. أستاذ تميم، قبل أن أخرج إلى الفاصل أريد أن تذكر من فضلك الدليل الخامس الذي قدمه حضرة المسيح موعود عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الدليل الذي ذكره المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني هنا يشير الله تبارك وتعالى إلى ما غرس في الفطرة البشرية من المعرفة الإلهية، من بذرة المعرفة الإلهية، وهذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن المعرفة الإلهية لا يمكن أن تتولد في الإنسان من الخارج، هي أيضا مادتها موجودة في الفطرة البشرية. الله تبارك وتعالى جعل الإنسان عندما خلق الإنسان أودع فيه هذه البذرة التي هي كالجوهر الصغير البسيط الذي يمكن أن يتطور نتيجة للتطور الأخلاقي، ويمكن أن يترقى لكي يتصل بالله تبارك وتعالى. وهذا الجوهر أو هذه الفطرة من المعرفة الإلهية بين فترة وأخرى أحيانا قد تتألق وقد تخلق في الإنسان نوعا من التوق ونوعا من الرابطة مع الله تبارك وتعالى، وهذا يحدث مع كل الناس. يعني مثلا قد يحركها الله تبارك وتعالى في لحظة من اللحظات فيشعر الإنسان بالرغبة في أن يعرف هذا الإله الحق. قد يحركها الله تبارك وتعالى أحيانا، يعني نشاهد هذه الهبات في عند الناس أيضا في المجتمع. يعني يعني كثير من الناس البعيدين عن الله سبحانه وتعالى تجده فجأة مرات أحيانا تتحرك فيه هذه الجوهر المعرفة الجوهرة. نعم، ويعني تتحرك وتتفعل قليلا فتنير وتخلق في داخله نورا. نعم، وإذا لم يستثمر هذا النور وينميه ويتقدم فعلا فيه يعود إلى حالته الأولى من جديد. نعم، يعني هي موجودة ولكنها مغطاة بهذه الأمور التي لابد من تهذيبها لكي تظهر هذه الفطرة ولكي تتقدم. يعني الله تبارك وتعالى ماذا قال عن نفس الإنسانية؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي إن بذرة التزكية وبذرة الطهارة موجودة في الإنسان. يعني هذه البذرة يمكن أن تتنمى. التزكية كما قلنا ماذا تعني؟ التزكية تعني الطهارة وتعني النماء. فمطلوب منا أن ننقي هذا الجوهر للمعرفة الإلهية وأن ننميه من خلال أن نسعى للتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، فهكذا ستكبر وستنمو هذه النفس الزكية ويصبح الإنسان متصلا بالله تبارك وتعالى صلة حقيقية، وهي المرحلة التي يمكن التعبير عنها بمرحلة روح القدس، عندما تصطبغ الصفات البشرية بالصفات الألوهية ويصبح الإنسان مظهرا لله تبارك وتعالى على قدر منزلته ومقامه. فالله تبارك وتعالى يذكر بهذا الجوهر ويقول: إنني أنا سأشهد البشر جميعا وفي هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة على أنني قد أودعت فيهم هذه الفطرة وهذه الخاصية، وكل إنسان لابد أن يكون قد تلمسها. يعني مثلا كل إنسان، أي إنسان مهما كان غارقا في الأمور الدنيوية وفي الشهوات وغير ذلك، لابد أن يكون وقد رأى رؤية في حياته وقد شعر لابد في يوم من الأيام بتجربة روحية مع الله تبارك وتعالى، أن يكون قد دعا الله تبارك وتعالى، توجه إليه، تمنى أمنية وتوجه إلى هذا الإله الذي لا يعرفه، فحقق الله تبارك وتعالى له هذا الأمر. الله تبارك وتعالى جعلها لكي تكون شهادة على وجوده، لكي لا يقول الإنسان مثلا إذا كان غافلا ومتعاميا ولا يريد أن يعرف الله تبارك وتعالى أن يقول: كيف لي أن أعرفك وليس لم يكن في داخلي أي نوع من الرابطة أو أي نوع من المعرفة.
التي يمكن أن تعرفني إليك. فالله تبارك وتعالى يقول لا، هذا الموضوع كان موجودا لديك. لذلك الله تبارك وتعالى أيضا قد أشار بالطريقة يعني مبطنة إلى هذه الحالة الطبيعية الموجودة في الإنسان، وهي كما قلنا المعرفة الإلهية أو جوهر المعرفة الإلهية، عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يشير الله تبارك وتعالى إلى أن الناس المتوحشين، الجن هنا بمعنى الناس الذين هم بعيدون كل البعد عن الإنسانية، هؤلاء مودع فيهم هذه البذرة ولا بد أن يعثرهم عليها أو أن نساعدهم لكي يصلوا إلى هذه البذرة وننمي هذه البذرة فيهم، لأنني لم أخلق إنسانا واحدا ليس مهيئا لأن يصل إلى هذه المعرفة الإلهية. فبالفعل إذا تفقد الناس أنفسهم ووجدوا فيهم هذه البذرة فهذه دليل أو هذا دليل عقلي على أن الله تبارك وتعالى موجود، دليل مادي على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها وأودعها، وعليهم أن يستثمروها لكي ينشئوا الرابط معه فيعلنوا وتصرخ أرواحهم وتقول لقد وجدنا هذا الإله الحق وتعرفنا إليه. جزاكم الله أحسن جزاء مشاهدين الكرام. مرة أخرى يعني يسعدني أن أستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال الهواتف أو من خلال المشاركة الحية عبر موقعنا islamahmadiyya.net. هكذا عرضنا الخمس الأدلة الخمسة على وجود الله سبحانه وتعالى، الأدلة العقلية التي عرضها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم. سننتقل إلى موضوع صفات الله تبارك وتعالى، ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل قصير فابقوا معنا. عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن، يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان، يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران، إني أرى في وجهك المتهلل شأني يفوق شمائل الإنسان، قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان، لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان، و
محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا ليت كانت قوة الطيران. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد. دعونا ندعو معا. اللهم أنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. مشاهدين الكرام، لقد بين المسيح الموعود أيضا في هذا الكتاب صفات الله سبحانه وتعالى من التي وردت في القرآن الكريم من خلال القرآن الكريم. وأريد من الأستاذ تميم من فضلك لو توضح لنا الصفة الأولى التي قدمها المسيح الموعود عليه السلام لله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم. نعم، يعني المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الآيات التي تذكر صفات الله تبارك وتعالى، ومنها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هنا يبين المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى هو ذلك الإله الواحد الأحد الذي ليس له شريك يستحق العبادة والطاعة سواه، لأنه لو كان فعلا هنالك شريك لله تبارك وتعالى لجاز أن ينافسه في سلطانه. والله تبارك وتعالى يذكر هذا الكلام أيضا في مواضع أخرى من القرآن الكريم، حيث يقول: لو كان فيهما آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقول: لو كان فعلا هنالك آلهة فكيف يمكن لهذه الآلهة أن تخضع لهذا الإله؟ كان لابد أن يحدث هنالك نزاع. أيضا لو كان فيهما آلهة يعني كما يقول الله تبارك وتعالى غيره لفسدتا، لأن سيحدث هنالك حرب طاحنة. فالإله المتصف بالصفات الكاملة، الإله الخالق الذي يكون مسيطرا على الكون، لا يمكن أن يكون خاضعا لغيره، ولا يمكن أن يكون هنالك سلطان فيه نوع من التنافس في هذا الكون. فهذا الكون بما أنه كون مستقر زمامه بيد الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أن هذا الإله هو إله واحد لا يتنافس معه أي إله آخر، وليس له
شركاء. يعني هكذا قدم القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى للبشرية. نعم. لذلك يعني هذا يعني لقد أبرز المسيح الموعود عظمة هذا الكتاب، لأنه ما ترك شيء يلزم للناس أن يعرفوه ليصلوا إلى ربهم، وحتى يلزم ليتقدموا ويزدهروا دنيويا أيضا، إلا وقدمه للناس. ومن أهم هذه الأمور هو تقديم صفات الله سبحانه وتعالى للناس ليعرفوا الله من خلال هذا الكتاب المقدس، من خلال هذا الكتاب الذي يحتوي على كلام الله سبحانه وتعالى. يعني وأيضا هنا الله تبارك وتعالى يشير في هذه الآية إلى أنه هو ذلك الإله الكامل الذي لا يستحق أي مخلوق أو أي كائن أو أي مظهر من هذه المظاهر التي نراها أن يوصف بأنه ذلك الإله الكامل إلا هو. فلذلك نحن إذا نظرنا دائما إلى أي مخلوق أو إلى أي كائن موجود في هذا الكون فإننا سنجد أن فيه نقصا، وهذا النقص لا يليق بأن يكون هذا الكائن هو ذلك الإله الذي لا إله إلا هو، فلا يمكن أن نتصور معبودا سوى الله تبارك وتعالى. وعندما يقول الله تبارك وتعالى عالم الغيب يبين المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، هنا جانب من جوانب هذا المعنى، وهو أنه هو غيب ولا يعلم هذا الغيب إلا هو، يعني لا أحد يعلم حقيقة ذات الله تبارك وتعالى إلا الله. فهو عالم الغيب، يعني عالم هو العالم بذاته ولا يعلم ذاته إلا هو. والشهادة هنا أيضا إشارة إلى أنه مطلع على كل المخلوقات ولا شيء مستتر أمامه. الشهادة هنا تشير إلى كل هذه المخلوقات الموجودة، فالله تبارك وتعالى هو ذلك الإله الخالق الذي يعرف كل شيء عن مخلوقاته ويسيطر على كل هذه المخلوقات يعلمها. ليست المسألة هي أن هنالك أو لا يمكن أن يتصور أن هنالك مخلوقا يمكن أن يكون بعيدا عن شهادة الله تبارك وتعالى أو عن اطلاعه وعن علمه. وهو الرحمن، الرحمن هو ذلك الإله الذي جعل لذوات الحياة، لكل ذوات الحياة جعل لها وهيأ لها كل أسباب الحياة والراحة والمعيشة، وذلك قبل أن توجد وقبل أن تخلق. فهذه صفة عظيمة لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قد خلق من أجلنا الشمس والقمر والأرض وغيرها من المخلوقات قبل أن نخلق وقبل أن نقوم بأي عمل يمكن أن نستحق به هذا العطاء. فلذلك هو الرحمن وفقا لهذه الصفة. وهو الرحيم بصفته الذي يجزي على الأعمال ويعطي نتيجة للدعاء، والذي لا يضيع عمل عامل. فهذه صفة عظيمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة الرحيم التي هي تابعة لصفته الرحمن، حيث أن الرحمانية هي عبارة عن الرحمة العامة والرحيمية هي الرحمة الخاصة. وقوله تعالى مالك يوم الدين يعني بها أنه أيضا في يده الجزاء، ولم يوكل الجزاء لأحد، لم يعطي لأحد الحساب، وإنما هو بصفته الإله الكامل المنزه عن أي نقص، وهو الإله المطلع على الغيب وعلى الشهادة، الذي يعرف ذاته والذي يعرف مخلوقاته، والذي هو الرحمن الذي أعطى وأمد هذه المخلوقات وهيأ لها كل سبل الحياة وهيأ لها كل سبل الراحة، وهو الرحيم الذي لا يضيع عمل عامل ويعطي نتيجة للدعاء ونتيجة للجهد. فهذا الإله بعد أن قدم لنا هذه الصفات يقول بأن الجزاء سيكون بيدي، لأنه لو كان الجزاء بيدي أحد آخر فإن هذا الأحد الآخر إذا لم يكن متصفا بهذه الصفات لابد أن يظلم. الذي لا يعلم حقيقة المخلوقات ولا يطلع على كل صغيرة وكبيرة، فلا يمكن أن يكون بيده هذا الجزاء ولا يمكن أن يوكل إليه هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى يطمئننا ويقول لنا بأنني أنا ذلك المالك ليوم الدين، فلا تخافوا ظلما ولا هضما، وإنكم ستنالون الجزاء الأوفى، وستجدون عندي ما يمكن أن تطمئنوا له. لا ينبغي أبدا أن تشعروا بأي نوع من السخط أو الضيق أو أي نوع من القلق، لأنني أنا الله الذي لا إله إلا هو، أنا الرحمن الرحيم. نعم.
الصفات الأخرى التي يعني قدمها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب الجليل فلسفة تعليم الإسلام، والتي بيّن من خلالها بأن القرآن الكريم قدم للبشرية الله سبحانه وتعالى من خلال صفاته. هناك أيضا آية أخرى فيها الكثير من الصفات، يقول الله تعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طبعا يقول المسيح الموعود الملك القدوس، أن هذا الملك، أن هذا الإله العظيم هو منزه من كل العيوب، وهو المالك، المالك لكل ما هو موجود. والفرق طبعا لأن هذا يعني هو عنده السلطان، هو اللي عنده السلطان، ليس كالملك الدنيوي. طبعا يعني يضع هنا مثال، يقول أن الملك الدنيوي أحيانا الرعية تقول أننا لن نريد أن نكون تحت مثلا هذا الملك، فلنفرض أن كل الرعية ذهبت، فهذا الملك سيصاب بالإفلاس. أما ذلك الملك فهو الملك المطلق، هو القدوس، هو المنزه من العيوب، وهو يملك كل شيء، وهو المسيطر على كل شيء، فلا يحدث له كما يحدث للملوك الدنيويين. ثم يقول السلام، يعني السلام هو أن هذا الإله العظيم هو الذي هو يعني سالم من كل شيء، هو منزه من كل عيب، وهو الذي يهب السلام. يعني فيه صفة السلام، هو الذي يهب السلام، هو الذي يحافظ على البشر. فمن جهة هو سالم من كل شيء ومنزه من كل شيء، ومن يعني من نقطة ثانية هو واهب السلام للمخلوقات. ثم يقول المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يقول المسيح الموعود عليه السلام في صفة المؤمن، المؤمن فيعني أنه واهب الأمان، يعني والذي يقيم الدلائل على توحيده وكمالاته. يعني هذا الإله العظيم هو الذي طبعا يعطي الأمان للمخلوقات، وهو يقيم الدلائل، يعني ذلك أن الذي يؤمن بالإله الواحد الأحد الإله الحق لا يمكن أن يخزى في مجلس، لأنه طبعا الله سبحانه وتعالى سوف ينصره. أما ذلك الشخص الذي لا يؤمن بهذا الإله بل يؤمن بإله باطل، فيعني يكون في مشكلة كبيرة، ولن يكون هناك إله ينصره في هذا المجلس. أما الكلمة الأخيرة والتي هي أما الصفات، قبل أن تنتقل نعم إلى صفات أخرى، يعني هو في الواقع فقط وددت أن أتوقف قليلا عند بعض الصفات التي ذكرتها، من ضمنها هي صفة أن الله تبارك وتعالى هو الملك القدوس. نعم كما تفضلتم هو الملك الذي يمكن أن يفني كل هذا الملكوت ولا يتأثر ملكه على الإطلاق، لأنه هو الملك المطلق الحقيقي، ولكن هو أيضا ذلك الملك الذي ينزه ملكه وحكمه عن أي نوع من الظلم، لأنه هو القادر على أن يعطي ولا يمكن أن يقهره أي شيء، ولا يمكن أن يقهره قانون، ولا يمكن أن يقهره ظرف. يعني مثلا الملوك والله إذا شعروا بالخطر فيسنون القوانين التي يمكن أن تضغط على الرعية، الملوك يمكن لا يحتاجون إلى الرعية لكي يجبوا منها الأموال، الملوك يعني قد يسنون قوانين ظالمة أحيانا نتيجة لظروف معينة، أو قد يسنون نوع من القوانين التي يتبين فيها النقص والعيب بعد فترة بعد تطبيقها، ولكن هذا كله منزه عند الله تبارك وتعالى، الله ملكه هو ذلك الملك المنزه. أما فيما يتعلق بموضوع المؤمن ففعلا هي نقطة جديرة بالتوقف عندها، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي الإيمان، هذا أحد المعاني، يعني المؤمن هو الذي يعطي الإيمان، وهو الذي يعطي الأمان أيضا، وهو الذي إن آمنت به فإنك لن تخزى في مجلس. كيف ذلك؟ يعني أنت لا يمكن أن تحيط بصفات الله تبارك وتعالى بشكل كامل، ولا يمكن أن تكون أصلا حتى قادرا على أن تحيط بكل الدلائل التي يمكن أن تقدمها دفاعا عن إيمانك بهذا الإله. فهذا الإله من ناحيتين يمدك ويجعلك منتصرا وغالبا في كل مجلس. الجانب الأول هو أن الدلائل العقلية التي يقدمها الله تبارك وتعالى هي دلائل مترابطة متسلسلة، كلما دخلت في دليل ستجد أن الدليل الذي خلفه يتسلسل معه، فتجد انسجاما عظيما. يعني عندما تشرح عن الله تبارك وتعالى وتحاول أن تقدم الدليل على وجوده أو على صفاته، ستجد أنك كلما تبحرت أكثر وجدت أنك تدخل بثقة وتأتي بمعارف جديدة بثقة وتدافع عن هذه الصفات بثقة.
وليس هذا فحسب، وأنت أيضا في هذا الجهاد تدافع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، ستجد أن الله تبارك وتعالى سيلقي في قلبك وسيهديك وسيمدك أيضا بوحيه ما يلائمك وما يناسب فكرك لكي تدافع عنه. فالقضية هي من ناحية عقلانية ومن ناحية أخرى روحانية ترتبط بصفة الله تبارك وتعالى المؤمن، ذلك الإله الذي فعلا لا يمكن أن تشعر بأي نوع من القلق وأنت تدافع عن ذاته وعن صفاته عندما تقدمها للناس. بينما الذين يؤمنون بآلهة باطلة أو يؤمنون بنظريات فاسدة ستجدهم في وضع لا يحسدون عليه، محرج للغاية. طبعا نحن كنا لاحظنا وأظن أن الجمهور أيضا قد لاحظوا هذا الأمر عندما كنا نتناقش مع الأديان الأخرى، يعني كان أحدهم كلما يريد أن يدافع عن نظرية معينة مثلا في الثالوث أو في المسيحية أو غير ذلك يأتي بشيء يتبين أن هذا الشيء قد أوقعه في كارثة، فيحاول أن ينقذ نفسه منها فيجد نفسه قد وقع في كارثة أخرى، فيجعله في وضع محرج للغاية. لماذا؟ لأن إلهه الذي يؤمن به ليس ذلك الإله المؤمن الذي يمكن أن يمد الإنسان بهذه المعارف، والذي فعلا لا يمكن أن يكون بنيان صفاته بنيانا عقليا محكما متماسكا متسلسلا. فهذه بحد ذاتها دليل على أن الذي يؤمن بهذا الإله الحق هو على الحق عندما يرى الناس أنه ثابت الأقدام، أنه راسخ في الدفاع عن هذا الإله، أنه يشعر بالطمأنينة والأمان أمام خصومه، وتجد أن الخصوم الآخرين يقفون مذعورين ويقفون في خجل وفي حرج شديد لأنهم لا يستطيعون الدفاع عن عقائدهم. نعم جزاكم الله أحسن. أستمر في الآية يقول في الآية أيضا المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فيقول المسيح الموعود أنه أول عليه السلام المهيمن تعني أي الحافظ للجميع الذي يحفظ الجميع، أما بالنسبة للعزيز فهو الغالب عليهم أو تعنى قل القوي الذي لا يغلب. الجبار ذكر المسيح الموعود هو المصلح لما خرب وفسد، يعني هو مصلح لهذه الأمور، أما المتكبر فيعني أنه المستغني كل الاستغناء عن كل شيء، يعني هو ليس بحاجة لأي شيء. يعني هنا المهيمن كيف هو الحافظ، يعني نلاحظ أن هيمنة تعني أنه يعني هي في الأصل تستخدم فيما يتعلق مثلا بالدجاجة عندما تحاول أن تحمي فراخها، يعني هذه موجودة في اللغة، فيقول يقال هيمنة الدجاجة على فراخها أو على بيضها عندما تنفش ريشها هكذا وتحاول أن تحميهم. فالله تبارك وتعالى هو الحافظ بهذا المعنى، يعني هو صاحب السلطان والقوة والجبروت وصاحب الصفة العظمى التي من خلالها يحفظ مخلوقاته. العزيز هو الغالب وهو أيضا القادر على إنفاذ كل ما يريده، ولا يمكن أن يحول دونه ودون أي شيء يريده أي حائل، فهو عزيز لأنه قوي وغالب، وإذا أراد شيئا فلا بد أن يتحقق. الجبار كما تفضلتم هو الذي يجبر ليس الذي يظهر جبروته، يعني لا شك أن جبروت الله تبارك وتعالى يظهر خاصة أمام خصوم الحق وخصوم الدين عندما يرون قوة الله تبارك وتعالى ويرون عذابه، ولكن هنالك معنى للجبار وهو أنه الذي يجبر وليس الذي يتجبر. فالله تبارك وتعالى بهذا المعنى هو جبار. وعندما يقال المتكبر هذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى يرى نفسه على مخلوقاته ويقول أنا العظيم وأنتم لا شيء، لا، إنما هذا يعني أنه يترفع عن الصغائر ويستغني عن كل شيء. فلا يمكن مثلا لله تبارك وتعالى أن لا سمح الله أن ينزل إلى مستوى متدني من المستويات فيما يتعلق بسلوكه وفيما يتعلق بتصرفه مع مخلوقاته نتيجة لتصرف تافه من أحد. يعني مثلا هنالك كثر من الناس الذين يسبون الله تبارك وتعالى في الطرقات، ولكن الله تبارك وتعالى لا ينزل بهم العذاب مباشرة. لماذا؟ لأن هذا الأمر أصلا لا يمسه ذاته. فبينما مثلا
نجد أن بعض القوانين في بعض البلدان إذا سب أحد الحاكم أو الملك فإنه يسجن، وهنالك قوانين تشرع هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا السباب في الواقع يعني ينظرون إليه أنه يؤثر على سلطان هذا الملك، وهذا الأمر حق أيضا، أو أن سلطان هذا الحاكم. ولكن الله تبارك وتعالى لو كفر من في الأرض جميعا ولو أساءوا ولو قاموا بكل الموبقات فهذا الأمر لن يضر ملكوت الله تبارك وتعالى، لذلك هو متكبر بهذا المعنى. وإنما ينزل وحيه وهديه ورسله رحمة بالناس، لا من أجل استرداد ملكوت مفقود كما يظن البعض. فهذه هي النقطة التي يجب الانتباه إليها. جزاكم الله أحسن الجزاء. من الجزائر معنا الأستاذ فريد، السلام عليكم أستاذ فريد من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. السلام عليكم، أنا أحمد من الجزائر. أريد أسأل سؤال ليس لي، صديق لي ملحد قال لي بأن في قديم إسماء الطبيعة خلقت وحدها بنفسها، والإنسان خلق نفسه بنفسه، وكان خائفا يعني في الكون وحده، أراد أن يخلق زعما كما الكوتي سبيريتوال يعني الروحاني، يعني كيفاش نقول بالعربية، يعني متريش با بيان العربية، شريكا مؤنسا يعني. لا، أنا بدأ يفكر بروحانيات، ويعني يريد فكرة الخالق لكي يطمئن أكثر، ولكنه أصلا لا يوجد خالق، يعني أنه فكرة الخالق. نعم تفضل. الإنسان تفضل. أنا أحمد إسمالك، أنا صديق لمدير في مؤسسة القنوات، أنا ثاني مهندس يعني ومقاول ومهندس، وأحمد منذ 2008، وأعرف الجواب يعني للمسيح المصلح الموعود، عنده أدلة في كتاب 10 أدلة لوجود الله. وهل يعني ناقشت هذا الصديق وقدمت له هذه الأدلة؟ طيب جزاكم الله أحسن جزاء أستاذ فريد، لكن ليست ما لا أريد. نعم نعم. أن تقنعه أنتم يعني ما في ملحدا يعني لا يؤمن بأي آخر بأي. جزاكم الله أحسن الجزاء وبارك فيكم على يعني هذه المشاركة. سأتوجه لضيوفي حتى يعني إذا كان هناك نصح معين أو توجيه معين باتجاه هذا الصديق. شكرا لك أستاذ فريد من الجزائر. نعم. يعني قبل أن نكمل في صفات الله التي أبرزها القرآن الكريم وقدمها للناس، أريد أن تجيب الأخ الذي له صديق وهو يقول لا أعرف إذا كان هناك يعني خطأ في الفهم، يعني هو ملحد فهم أنه خلق الإنسان نفسه، لا أدري إذا هناك من يقول بهذا القول أن الإنسان خلق نفسه وأن الطبيعة خلقت نفسها. نعم تفضل. يعني هو القصد أنهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. الحقيقة أن الملحدين المسلمين في الواقع هم عبارة عن فئة من المقلدين الذين قلدوا الملحدين الغربيين ظلما وعدوانا، مع أن الإسلام في أشنع صوره الفكرية لا يقدم إلها يمكن أن يرفض. يعني بمعنى القصد أن فكرة الإله في الإسلام هي فكرة قوية جدا، فكرة صفات الله تبارك وتعالى وذات الله تبارك وتعالى هي فكرة لا يمكن على فكرة إلا أن تكون مثارا للإعجاب ومثارا يعني أو لنقل وتكون سببا لكي يطمئن لها الإنسان مهما كان مهما تشوهت، علما طبعا أن هنالك كثير من التشويه حدث عند بسبب الانحرافات في العقائد عند المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى الإله الواحد المتعالي الذي يتصف بهذه الصفات الحسنة الذي هو مصدر كل شيء وخالق كل شيء، هذا كل المسلمين متفقون على هذا الأمر.
الغربيون ألحدوا لماذا؟ لأن الإله الذي قدم لهم هو يسوع، ذلك الإله الذي لم يكن قادرا ولم يكن خالقا، وكان ذلك الإله الذي لم يكن سلاما. طبعا من معاني السلام التي تفضلتم وذكرتموها هو أنه ذلك الإله المنزه عن العيوب، الإله الذي لا يمكن أن يصل إليه الضرر ولا الأذى، لأنه لو كان هذا الإله فيه عيب أو لو كان هذا الإله يمكن أن يضره أحد، فكيف يمكن أن نطمئن نحن إلى العبودية لهذا الإله؟ لأننا سنخشى عليه قبل أن نخشى على أنفسنا. فيسوع ذلك الإله، الإله المسيحي، هو ذلك الإله الذي يستحق فعلا أن يرفض، ولكنهم عندما رفضوا يسوع لم يستطيعوا أن يجدوا إله الإسلام، أو أغمضوا أعينهم عن الرؤية إلى إله الإسلام. الذي قدمناه في هذه الحلقة في الواقع يمكن لكل إنسان عنده شيء من العقل أن يسلم بأنه لابد لهذا الخلق من لهذا الكون ولهذا الخلق من خالق. وحتى لو لم يستمع إلى هذه الأدلة التي قدمناها، إن إنكار وجود الخالق هو في الواقع عبارة عن مشكلة عقلية صرفة ومحضة ومخالفة للعقل. يعني الإنسان كما تفضلتم، المثال الذي ضربتموه حول أنه إذا سقطت الأحرف وشكلت جملة ثم شكلت بشكل، هذا أمر غير ممكن على الإطلاق. الطبيعة الصماء، الطبيعة العمياء، الطبيعة غير العاقلة، لا يمكن أن تخلق إنسانا عاقلا، هذه مسألة عقلية بسيطة جدا. فلذلك عليهم أن ينتهوا عن تقليد هؤلاء الغربيين، لأن هؤلاء الغربيين رفضوا إلها يستحق أن يرفض ولم يجدوا بديلا، لأجل ذلك ألحدوا. بينما الإله الذي يقدمه الإسلام هو ذلك الإله الذي يطمئن إليه العقل والقلب، أو الذي يملأ العقل بالدلائل العقلية ويطمئن إليه القلب، ويستطيع الإنسان أن يعيش فعلا في أمان وطمأنينة بإيمانه بهذا الإله. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. نكمل من فضلكم في الصفات الإلهية التي قدمها القرآن الكريم. ويقول تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يعني طبعا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وهو البارئ المصور، هو الذي يصور يعني المخلوقات في الأرحام. ولهذا الإله يعني له الأسماء الحسنى، هذه الأسماء التي نعرفها والتي نناديه من خلالها. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني هنا في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن هناك مخلوقات أخرى أيضا، ليس في هذه الكرة الأرضية فقط، بل في سماوات أخرى، في كواكب أخرى، وهذه المخلوقات أيضا عليها أن تعبد، لها عبادة خاصة، يعني هي أيضا تعبد الله سبحانه وتعالى وأيضا تسبح له. طبعا هنا توجد إشارة بأن هناك أيضا مخلوقات أخرى، وأظن أن الخليفة الرابع قد ذكر هذا في كتابه الوحي العقلانية المعرفة والحق، أنه أيضا ذكر آية، لا أذكر الآية، أنه فعلا توجد مخلوقات أخرى. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني الحق فعلا كما تفضلتم وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، يعني الخلق ينادي ويقول أين الخالق، فلا يوجد صوت يقول أنا الخالق سوى الله تبارك وتعالى. فلو كان هنالك قوة غير الله تبارك وتعالى، لو كان هنالك إله غير الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، لكان هذا الأمر غير معقول، لأنه كيف خلق وكيف ترك هذه المخلوقات لكي يدعي غيره بأنه هو الخالق. فمجرد دعوة الله تبارك وتعالى بأنني أنا الخالق يجب أن تكون كافية للإدراك بأنه هو في الواقع الذي خلق هذه المخلوقات، وهو الذي أبرأها وصورها، وهو الذي يتصف بالصفات الحسنى التي نعلمها ولا نعلمها أيضا. يعني كل محمدة، كل شيء جميل، كل شيء حسن، هذا يجب أن ينسب إلى ذات الله تبارك وتعالى، لأن هذا الأمر منطقي تماما. لماذا؟ لأنه إذا كان هنالك شيء حسن فلا بد أن يكون له أصل، فأين هذا الأصل؟ يعني كيف يمكن أن نعرف الرحمة إذا لم يكن الله تبارك وتعالى الرحيم هو الذي أوجدها، الرحمن الذي أوجدها، والرحيم الذي يتعامل معنا ويكافئنا ويعطي ولا يترك عمل عامل، ولا يخذل عمل عامل، ولا يترك داعيا له دون أن يجيب دعاءه، أو على الأقل أن يشعره بأنني أنا ذلك الإله الموجود.
هنا الله تبارك وتعالى عندما يقول يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي أنكم إذا نظرتم في الخلق فستجدون أن هذا التركيب المحكم، هذا السير المحكم، هذا النظام المحكم في علاقة هذه المخلوقات فيما بينها، وأيضا في طبيعة خلق كل مخلوق من المخلوقات، فستجدون أن هذه المخلوقات تنزه الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص، وتعلن بلسان حالها بأنه لا إله إلا هذا الإله العظيم الذي أنشأنا، وهو العزيز الذي يقدر على أن ينشئ ما شاء وأن ينفذ إرادته كيفما شاء، وهو الحكيم أيضا الذي أنشأ وربط هذا الكون وربط العلاقات بين هذه المخلوقات بحكمة بالغة ووضع كل شيء في مكانه تماما. فالنظر في هذا النظام يؤكد على أن الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم والعزيز الحكيم الذي تشهد مخلوقاته على تنزيهه وعلى عظمته وعلى خالقيته. يستمر المسيح الموعود في ذكر هذه الآيات، آيات صفة الله سبحانه وتعالى، ويقول أن الله على كل شيء قدير. طبعا هذا الإله، يعني تصور أن الناس يعبدون إلها ليس على كل شيء قدير والعياذ بالله عاجزا، يعني هذه الصفة تقول بأن الله سبحانه وتعالى هو قدير على كل شيء، هو على ما يشاء قدير. فالناس فالبشر فالمخلوقات يعبدون هذا الإله الذي له القدرة أن ينفذ كل شيء أو إشاءاته. وقوله تعالى رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، طبعا هنا صفة جميلة وهي رب العالمين. يعني الشيء المميز في الإسلام أن هناك صفات فقط الإسلام هو الذي جاء بها، يعني رب العالمين، الرب، صفة الرب، وهو كون الله سبحانه وتعالى المربي لكل شيء، المربي للمخلوقات، المربي للبشر، المربي لكل ما خلق، هو شيء فعلا مميز في القرآن الكريم، ورب كل العالمين، كل المخلوقات، كل هذه العوالم التي نعرفها. الرحمن الرحيم ذكرناها، الرحمن هي الرحمة العامة، والرحيم هي الرحمة الخاصة للمتقدمين، للذين يمشون على الصراط المستقيم. مالك يوم الدين هو سيكون، الرحمة العامة، نعم، والرحمة الخاصة توضحها أكثر. ذكرها أخي تميم، الرحمن، الرحمن هو الله الذي، الرحمن هي تلك الرحمة العامة للجميع، للمؤمن ولغير المؤمن. يعني هذه المخلوقات، الأكل، الشرب، الهواء، المجموعات الشمسية، الأمور التي يقوم بها الإنسان، نعم، الرزق وكل هذه الأمور، الإنجاب، هي للجميع. هو رحمن، هو لا يأخذ، لا يوجد أي نوع من المقابل في هذا النوع من الرحمة. لا تطلب، يعني هذه لا تأتي بالطلب، هي تأتي بشكل، هو عطاء من الله سبحانه وتعالى، عطاء عظيم، عطاء لا نستطيع أن نصفه، كبير جدا للجميع. أما الرحيمية فهي تلك الرحمة للمتقدمين، للذين يدعون، للذين يعني يمشون حسب التعاليم فيحصلون على الأجر أو يحصلون على تحقيق الدعاء. يعني الرحمة العامة هي للجميع، والرحمة الخاصة، يعني الخواص يحصلون على الرحمة العامة وأيضا على الرحمة الخاصة عندما يتقدمون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فيما يتعلق بعلى كل شيء قدير، في الواقع دون إدراك هذه الصفة لا يمكن أن يتحقق سلوان للعابدين، ولا يمكن أن يطمئنوا. لأنه مثلا إذا والله قلنا الله تبارك وتعالى يقدر أن يقوم بعدد من الأمور، أو يمكن أن ينفذ لك عددا من الأمور، هنالك قائمة، أو على الأقل ربما هنالك قائمة أخرى للذي لا يقدر عليه الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فكيف يمكن أن نطمئن عندما ندعوه أننا سنحقق ما نصب إليه؟ الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجات العبودية الحقة لهذا الإله الحق إلا إذا أدرك أن هذا الإله الحق قادر على كل شيء، أدعوه وأنا مطمئن وأدرك بأنه إن لم ينفذ ما أريد فإنما أنفذه ليس لعدم القدرة، وإنما بسبب الحكمة، بسبب أنه لا يرى هذا الأمر مناسبا وملائما لي، ويجب أن أكون مطمئنا لحكمته وراضيا بقضائه. ولكن لا ينبغي أن أفكر بأنه عاجز غير قادر على تنفيذ هذه المشيئة. أما رب العالمين بالفعل كما تفضلتم، الربوبية تعني تنمية الشيء من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، فالله تبارك وتعالى هو الذي ربى هذه المخلوقات ونماها من بذرة صغيرة من بداية إلى حتى أوصلها إلى الكمال.
فهنا الله تبارك وتعالى يشير إلى خلقه المادي للإنسان ولغير الإنسان، وأيضا إلى التنمية الروحية أيضا والتربية الروحية التي يربي فيها الله تبارك وتعالى الإنسان ويوصله إلى الكمال، كما أوصل المخلوقات أيضا في خلقتها المادية إلى الكمال. يعني نلاحظ مثلا عندما يذكر في الكتاب المقدس الرب يسوع، طيب الرب لماذا يسمى الرب؟ ما الذي رباه؟ ما الذي قام به؟ هذا هو السؤال المطروح. يعني الرب هذه كلمة تطلق على الإله الذي فعلا أنشأ الإنسان ورباه وأوصله إلى كماله، ولا تنشأ ولا يمكن أن يوصف بها من دعيت له الألوهية هكذا ظلما وعدوانا، لأنه إذا قال الله تبارك وتعالى أنا رب العالمين يعلن هذا الإعلان ويكون بذلك قد شهد على أو أعلن ما يشهد به الإنسان بنفسه على أنه هو رب العالمين. وعندما يقول الله تبارك وتعالى بأنني رب العالمين ليس رب فئة أو جماعة أو فئة من المخلوقات أو وقت من الأوقات، إنما يبين بأن الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل والعوالم بالكامل أنا الذي ربيتها، وهي في سلسلة متسلسلة وتسير وفق خطة ونظام أنا الذي وضعته، وهذه الخطة والسلسلة والنظام هدفها أن توصل الإنسان إلى مبتغاه وتسود في هذه العوالم الرحمانية والرحيمية وأيضا مالكية يوم الدين، حيث إنني لم أوكل الجزاء لأحد وإنما أنا الذي بيدي الجزاء، لأنني أنا المطلع وأنا العليم. ولذلك لا ينبغي أن يخاف الإنسان مطلقا إذا كان عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى. ما شاء الله. طبعا يستمر المسيح الموعود في ذكر هذه الآيات ويقول عليه السلام ذكر في القرآن أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني هذا الإله الذي يسمع دعاء العبد، يعني الإنسان يدعو. وطبعا هذه أيضا يعني هذا دليل إجابة الدعوات، هي أيضا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه أيضا كما ذكرت قادر على كل شيء، وإلا فسأدعو يعني إلها لا يستطيع أن يحقق دعائي ولا يسمع دعائي ولا نعم يساعدني. يعني نحن أيضا لا ننسى أن هذا الخطاب الجليل قدم في هذا المؤتمر للأديان الذي يحضره ناس من كل الخلفيات ومن كل الأديان. يعني هذا الخطاب لا يخاطب فيه المسيح الموعود، لم يخاطب فيه المسلمين العرب أو الذين يفهمون اللغة العربية، بل كان موجها لغير المسلمين حتى الذين لم يسمعوا كلمة عن الإسلام من قبل. لذلك يعني قدم فيه المسيح الموعود تفاصيل التفاصيل وأظهر الأمور من أساسها، يعني منذ البداية، ولم يفترض أن هناك أن المستمع هو يفهم هذه الأمور أو يعرفها مسبقا. نعم صحيح. نعم. وبعد هذا يقول وهو الحي القيوم، يعني هذا الإله هو حي وهو أزلي، وهو ليس فقط حي وأزلي بل هو يوهب الحياة للآخرين. يعني تصور أن هذا الإله ليس أزلي، وسيكون المخلوقات خائفين لأنه ربما سوف هذا الإله يفنى في يوم من الأيام، فهم دائما في شك وفي خوف وفي ريب من عدم أزلية هذا الإله. بل في هذه الآية يقول بأن هذا الإله هو أزلي، هو أبدي، وهو أيضا يوهب، وهو يوهب الحياة أو سبب حياة الآخرين. نعم، يعني هنا نقطة أيضا مهمة. نعم. نعم. تفضل. أنا أريد أن أخذ اتصال ولكن بعد أتعقب على، يعني الفكرة أن الله تبارك وتعالى عندما يقول أنه هو الحي القيوم يشير إلى أنه هو الحي الحقيقي، يعني كل أسباب الحياة مرتبطة به، وحياتنا في الواقع هي عبارة عن نفحة من حياة الله تبارك وتعالى مرتبطة به، وهو القائم على الأحياء بالكامل، بمعنى أنه لا حياة لأي مخلوق إلا بهذا الخالق الذي يقوم على خلقه. فهنا نقطة جديرة أيضا بالتوقف عندها، وأن هذه الحياة هي عبارة عن جزء من ذلك السر الإلهي الذي يحمل به الله تبارك وتعالى ملكه بالكامل. لذلك المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في موضع من المواضع أشار إلى أن الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى هو الله الحي القيوم، لأنها هذه هي الصفة التي يحمل بها الله تبارك وتعالى الكون بالكامل. نعم. ما شاء الله، جزاكم الله أحسن جزاء. معنا الأستاذ يوسف من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أيمن. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أول حاجة أقول لكم السلام عليكم أنت وضيوفك الكرام، ونقول لكم يعني الحمد لله، يعني
نورت الإسلام ونورنا بالإسلام. تحياتي لخليفة الخليفة الخامس مسرور أحمد، أيده الله تعالى بنصره العزيز. وأجي في موضوع الحلقة اليوم، أنا من نقول رب العالمين، كلمة رب العالمين يعني يدل لكلمة لصفات الله، يعني مجموعة من الصفات. مثلا نقول رب العالمين كخالق، خلق الإنسان لم يتركه هباء، خلقه ورباه ووجد له كيف يعيش في بطن أمه، وفر له الغذاء، عندما خرج وفر له كيف يعيش أيضا. في كثير من أصدقائي الآن يعني ظلوا يا أخي أيمن يعني توجهوا للإلحاد بالمعنى الواحد، بالمعنى الواضح. يعني أنا لي أصدقاء لظروف الذي عاشوه في السودان من مشاكل السياسية، يعني كأنهم يقولوا الإسلام ليس الدين الصحيح، لأنهم لم يفهموا الإسلام بالطريقة الصحيحة أو لظروف ما. حتى يعني بعض منهم يكره اللغة العربية. أنظر أيمن إلى أين وصلوا، يعني سبحان الله، وجاء المسيح لينقذهم ولكن لا يعرفونه أو ينكرونه، لأنهم يسمعون المشايخ ويكفرونه. وسبحان الله، لا يعني من هنا أنا أناشد كل العرب، يا عرب، يا أيها العرب، جاء مسيحكم، جاء المسيح، توجهوا إليه. والله يا أستاذ أيمن، عندما كنت قبل ما أعرف الأحمدية كنا نصلي ركوعا وسجودا بس، يعني كمنظر. ولكن عندما يعني بايعنا، والله نفخ فينا الروح، نفخ فينا الروح من جديد، يعني أصبحنا مسلمين يعني أحياء، بقينا نخاف الله سرا وعلانيا. زمانك نخاف الله يعني زي ما أقول لك، ولكن بقينا نخاف الله بالسر والعلانيا. والله إذا غلبك خطر اللي خطع، تنظر إلى يمينك وشمالك لتستغفر الله. يعني بس أنا كنت دار أقول أقدم تحياتي وسلامي لك أنت، وأقول لكم سلام عليكم. من ليس لي كثير أن أقدمه أكثر من ما قدمتموه، ولكن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله أحسن الجزاء على هذه المشاركة اللطيفة، وبارك فيك أخي يوسف من بريطانيا. فعلا يعني لقد ذكر عدة نقاط هامة الأستاذ يوسف، وفعلا الصورة التي يقدمها المشايخ اليوم عن الإسلام تقف حاجزا وحائلا منيعا أمام المسلمين البسطاء. البسطاء لا أقولها يعني البسطاء بمعنى الغير متعمقين في علوم الدين أو في حقيقة الإسلام، تقف وهم الأغلبية العظمى من المسلمين، وهم فيهم الطيبة وفيهم الأخلاق الجيدة وفيهم الفطرة الأسلم أو الأقرب للفطرة السليمة. الصورة التي يقدمها المشايخ تقف حائلا منيعا أمام تقدم هؤلاء ليعرفوا فعلا إمام زمانهم، لأنهم عندما يسمعوا بإمام مهدي، مسيح موعود، مشايخ، إذا نحن نرفض كل هذه الأمور، ما أتت لدينا، لم تأتي لنا إلا بالدمار والموت وما إلى ذلك. فلذلك يرفضونها جملة وتفصيلا، ولا يعطون أنفسهم الفرصة أن يتفكروا ويفرقوا بين الغث والسمين. أستاذ ربيع، أستاذ تميم، نكمل في صفات الله سبحانه وتعالى التي قدمها القرآن الكريم. نصل إلى الآية الأخيرة وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني هذا الإله هو الأحد، هي أحد، هو إله واحد أحد،
والصمد هو الصمد الذي ليس بحاجة لأحد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له لا 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 ليس له له أبناء وليس له أب وأم كالبشر، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا تستطيع أن تصفه بأي شيء، يعني لا شيء مثله، فهو واحد أحد ليس له أبناء وليس له أب، لم يأتي به أحد، وهو لا نستطيع أن نشبهه بأي شيء. نعم. كما ذكر ليس كمثله شيء، يعني طبعا بإيجاز التميم حتى نعم. يعني هو الله الصمد، أي أن الله تبارك وتعالى هو المرجع لكل شيء، أصلا الله تبارك وتعالى هو الذي يحتاجه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء. هنا طبعا يعني أحب في النهاية أن أجمل ما أكده المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الفصل، وهو أن الإسلام إنما جاء ليدعو إلى الوسطية بين الإفراط والتفريط، لا ينبغي أن يكون الإنسان مفرطا ولا مفرطا، ويبين الإسلام بأن الحق هو دائما النقطة الوسطى بين خطأين، بين ضدين خاطئين. ولذلك أيضا حتى فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، يعني العقيدة الحقيقية والصحيحة لصفات الله تبارك وتعالى هي أن تكون بين التشبيه والتنزيه، لأن الذين يشبهون صفات الله تبارك وتعالى أو يميلون إلى التشبيه أكثر من التنزيه يخطئون، والذين ينزهون بحيث يعني كأنهم يلغون صفات الله تبارك وتعالى صفات الله تبارك وتعالى فهم يقعون في الخطأ. والطريق الصحيح هو بين هذين الأمرين، لا أن نشبه الله تبارك وتعالى ولا أن ننفي صفاته. ولذلك الله تبارك وتعالى كان أحيانا يذكر صفات لله تبارك وتعالى شبيهة بصفات البشر، ولكنه من ناحية ثانية كان يقول ليس كمثله شيء. والله تبارك وتعالى ينبه بأن هذه الطريق التي ذكرها في سورة الفاتحة هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق الذين أنعم الله عليهم هي الطريق بين المغضوب عليهم، أي الذين تغلبت عليهم قوى الغضب، القوى السبعية وسيطرت على سلوكهم، والضالين هم الذين سيطرت عليهم القوى البهيمية وسيطرت على سلوكهم. فالطريق الصحيح هو ألا نكون من هذه الفئة ولا من هذه الفئة، الذين نتخذ مسلكا وسطا بحيث نتعامل مع القوى السبعية ومع الغضب بما يليق، ونتعامل أيضا باحتياجات مع احتياجاتنا الحيوية بما يليق، ولا نكون عبيدا لهذه الحالة الطبيعية ولا هذه الحالة الطبيعية، وإنما نصل إلى الأخلاق الفاضلة التي هي الوسط. لأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى عن هذا الدين بأنه الدين الوسط، وهذه الأمة أنها الأمة الوسط. نعم، إذن الوسطية الاعتدال أو كما يسميها القرآن الكريم وهي خير التسمية الصراط المستقيم هي الخير الحقيقي الذي قدمه الإسلام، وهي الفارق العلامة الفارقة الأساسية بين الإسلام تعليم الإسلام وتعليم الديانات الأخرى، وهي الصراط المستقيم التي وضعها الله سبحانه وتعالى في السورة الأولى في القرآن الكريم سورة الفاتحة سبع المثاني، وهي التي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تختصر القرآن الكريم، يعني هي ملخص للقرآن الكريم، وهي كما نتذكر ونذكر جميعا بأن الفاتحة طلب من المسلمين أن يقرؤوها في كل صلاة، يعني المسلم يرددها العديد من المرات في اليوم والليلة، وهذا لأهميتها. وفي القلب من هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم. إذن مشاهدينا الأعزاء حتى نلتقي إن شاء الله في الشهر القادم في حلقات جديدة في نفس السلسلة، سلسلة فلسفة تعاليم الإسلام، لنكمل معا الإبحار في هذا الخطاب أو الكتاب العظيم فلسفة تعليم الإسلام. أذكركم في نهاية هذه الحلقة أن هذا الكتاب العظيم موجود في مكتبة موقعنا islamahmadiyya.net، تستطيعون الاطلاع عليه وتحميله وقراءته والاستفادة منه أيضا. أشكركم على حسن متابعتكم، كما أشكر كل من شاركنا في هذه الحلقة من خلال رأيه أو سؤاله أو استفساره، كما أشكر ضيوفي الكرام
مشاهدينا حتى نلتقي معا في لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.